يطلع العضو الذكري يطلع مدري ايش طبعا المقطع هذا يدل هذا شخص مسكين جاء له باند وطردوه من التيك توك اتوقع كذا الله من الوطن عنده وش عندك تتبعني نعم شوف الخاص حق طيب دقيقة ما اقدر اشوف يطلع من هذا اطلع 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 وشوف الخاص ورد علي يلا الله يسر تقع بيقولوا ايه يا رب انت يا اخي اللهم انصرنا خلاص طال الموضوع طال امين يا رب موضوع فلسطين لين 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 السنة يعني لو كانوا بيذبحوا في حيوانات كان الناس وقفت يا ولد العرب ما يعرفوش يعني ايه حرية احنا خلاص خدنا على الاستعباد هذا شيء يؤلم هذا شيء يؤلم يؤلم ألم تعال قشط عشان كده عاملين لك ناس تحاربك لما تتكلم عن اي قضية هو الغرب مرة نفس الفترة يا ان شاء الله خير يا ابن الوطن كان حمادة هلا طال لك محبة ايه الله يبارك فيك منو ولا تسمع الكلام من نشر صورتك والله لن ما فعلته ولن افعلها يا حبيبي ولا يهمك عادي ولا يهمك وانشر انشر بايدك ورجلك يا ابن الوطن يا حبيبي ليش اخ فهمت اخ والد كم لك سنه متغرب انت برا يا رجل والله احسك انسلخت من العربيه انا اقول لك يا اخي قبل فلسطين اذا ما كانت صار يا حماد فلبيني ولد فلبيني بقى فلبيني اذا حمادي قطع عندك شبكه ضعيفه اللي ما لو ما كان الحصر حصر في فلسطين كان عمرك ما حد كان ممكن ابدا ما تلاقى في هذا الدنيا كنت قال انا كنت ناوي اروح هوليوود وكان عندي مسار مختلف في الحياه والله العظيم انا تغيرت بعد السالفه هذه حياتي كلها تغيرت تكلم لما شاء الله كم لك سنه بكندا اشعر انك انسلخت من العروبه انسلاخ يا رجل نعم انا صراحه ما اكذب عليك انسلخ الله يستر ما اكون الله يستر ما اكون انسلخت من الدين ايضا الله يصلح حالك ان شاء الله يكون لا انا انسلخت من الدين ورجعت رجعت لحالي لكن رجعت بعد دراسات طيب كم لك سنه بالغربه انت كم لك سنه بكندا والله يا اخي خايف اعطيك معلومات خلينا نتاكد الولد مطروح ولا لا يا رجل لك عمر كثير يا كندا ما حد يوصل لك يا رجل يا الله العرب العرب حتى في الدول الاوروبيه يخافون يصلح الله الحال بس يبين عليك انك سنين طويله لان مستحيل انسلخت بالشكل هذا الا لانك عمر طويل في كندا انا مالي نيه ارجع اصلا يعني حتى تحرس فلسطين وين ترجع ترجع السودان السودان ما هي دوله تماما الولد اهل ياخذ بياناتك معلوماتك يا احمد لا تعطيني بيانات الله هي يا رجل ما ابغى بيانات يا اخي اعوذ بالله من الظن السوء يا رجل اعطيني شيء ما ابغى بيانات ولا شيء اكتب يا حماده بقالك زمان حماده الرجل مطلع صوره وجه حقيقيه يعني ما في شيء خاف نعم تعرف سيري ايه اسال سيري حصلتك شوف صوتك حلو زي ما قلت لك انا من زمان شخص عام زي ما اقول حصلتك وصوتك حلو انت ما شاء الله عليك صوتك ترى حلو والله عندي صوتك حلو شفت مقاطعك حبيبي انا صوتي ليس حلو لكن اوتوتون لا زي يسوون شيلات هذول ايوه لا بالعكس احلى فلا تخاف بعدين يا حماد الرجل مطلع وجهه ومطلع كل شيء بياناته يعني مش بدور عليه بس انا بشوف كم المده اللي تحتاج للشخص انه ينسلخ من الفكر العربي وفكر للاسف يعني الديني يعني انا زعلان عشانه بس لو انا عندك دراسه كنت مسلوخ قبل اصلخ انا بس فقط استلخت من وين من المغرب انت كنت في المغرب المغرب سلخ المغرب ولا السعوديه لا السعودية وين يا رب والله ظلم شفت الظلم وبت السجن وبت هذا كله اسألك بالله ليه انسجنت؟ أليس بقضية فعلته تستاهل عليها السجن؟
اسالك بالله خلنا نتاكد الولد مطروح ولا لا. يا رجل حتى لو انه مطروح كندا لان 9 يا رجل في الارض انت تعطل عجله التنميه. عجله التنميه خرب بيتكم الله يحس ان اخ انا ايش كنت بسوي الان؟ انا مصمخ مصمخ اللي صمخك البرجر الامريكي واللي صمخك ماك اللي صمخك تعرف ايش مصمخ؟ ايش معنى مصمخ؟ يعني ضايع او يسموه عندنا فاغر او مفحي او غير مركز او اني مشتت زي كذا. بني شارب سيجاره بني. اللهم زدني جاهلا فيها والله اني جاهل بالامور هذه يشهد الله علي اني جاهل. هذه كلمات مصموخ مصور. اسمع في ناس اسمع يا خويت في ناس تدخل عندك البث بس ما قاعد تسمع بس ما تدخل معك مثل هذا شمري والجبه. هذا مش صورة وجه قسم بالله. اي والله انك شوف وجه تريد تنحاش ابو عيون حط عليه كحل لا يدخل عليه استراتيجي السبع يضغط عليه والله لا افعل وافعل انزل الميدان هلا تفرج هذا من مجموعه دقيق في ناس كذا ما شنت لا ليه ما يدخل اسم عجيب اسم عجيب ابن الوطن بكم سعر المقدوس وش المقدوس المقدوس يا زلمه المقدوس بدك اياها بالجوز ولا بدك اياها سيده تسكت السياسه المقدوس هذا عباره عن البيتجان الاسود هذا لما يكون صغير يحشونه جوز ويحشونه ثوم طيب اكل حلو اكل اهل الشام اكل الاردن على سوريا على فلسطين اهل الشام ياكلون هذا يسمى مقدوس يحطونه بزيت زيتون ومره حلو ترى انا عجبني اردني يعني الموضوع عندي لك سؤال المقدوس هاكل اهل الشام اردن سوريا والله انا يعني عندي واحده مسموحه نعم حاطها بسيارتي بعد مسموح والله لكن اللي نزلتها غسلتها بالبيت اي والله مسموحه ترى هذه اللي يلبسونها اهل العراق واهل فلسطين يعني مو بس فلسطين مي خاصه لفلسطين ترى العراق ايضا الشام عمت الشام لا لا العراق وفلسطين بس الاردن ما يلبس الاردن يلبس الحمراء واحيانا يلبس بس لا الاردن غالبا الحمراء يلبسونه ما يلبسون يعني اللي يقول انه الاردني بيلبس اثنين السوداء والحمراء يعني ترى الكلام كذب هذول اللي يقولوا بيعتقدونك حسب القبيله يعني والله كذب يعني والله اللي يحط شغله زي هذه واللي يحط علم فلسطين انا عندي علم فلسطين انا عندي صور صدام الله يرحمه حاطه بالسياره ويشوفون الامن ولا في اي مشكله يا رجل ادعي عنك المهاترات ناس كذاب 20 سنه 20 سنه ها هذه تثير الفتنه يعني انتوا عندكم حريات يا ابن الوطن والله شوف حريات بادب بحدود ما هي حريات اتطاول واسب واغلط واهجم على الذات الملكيه واهجم على العائله الحاكمه لا 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 الذات الملكيه حمرتها الالهيه ولا لا 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 الذات دي الذات الله الذات الملكيه الذات الملكيه هذه اختصت بالاله الواحد ليش تقول الذات ارجع يعني انت يعني انت بطني يا ابن الوطن يا اخي تهجوم يا رجل حماده اظن ان محمد سلمان غيرت حماده غير كنت هامان وفور صرت هجوم يا رجل ارجع زي ما عرفناك اول ديمقراطي تاخذ تعطي يا حبيبي يا انا مش هجومي والله عطني طيب عطني مصطلح الذات الالهية اسمها طيب عطني مصطلح ذات باللغه العربيه ايش معناتها الذات الذات باللغه العربيه ايش معناتها الذات دي جميع بالذات ذات ايش بالذات مصطلح الذات الذات في اللغه العربيه ايش معناته مصطلح الذات عطني معاه ترجمته باللغه ذات يعني ما هو ما هي الكبيره ما هي الكبيره اللي فعلتها لما قلت الذات الملكيه هل كفرت هل اشركت يا اخي اتق الله يا اخي تكون لا ت... لا تص... لا يعني... تصغر واسع ايه الذات الملكيه انت بتسب الذات الملكيه طيب يا حبيبي الذات الملكيه دي هل هو اله ولا هو انسان عادي الذات الملكيه الحدود الحمراء في العائله الحاكمه لا حتى مو بس في السعوديه جميع حتى عندكم انتم جمهوريه المفروض تكون عندكم ديمقراطيه اعلى عندكم حدود لا توصلها يمكن رحت خبر كان من زمان فدع عنك مفيش حريه تعبير انت ترجع
هذا الترجمة يعني يا ما فيش حرية تعبير بالآخر. عندهمش حرية تعبير. أيوة ذات ملكية وذات إلهية وحركات حلوة مرة. ذات ملكية ذي إيه ده؟ بالله يسجلك هذا كلام. حاجة من الوطن. أنت هتودي نفسك في داهية. كده عرفنا توجهك أنت بطني. يعني تعتقد معتقد ابن الوطن انه محمد بن سلمان اله فهو عشان كده قال الذات الملكية. الذات مين الملك؟ يعني الملك اساسا في الفريزر الحاكم من زمان انا قاعد اضحك تعال ابن الوطن والله ضحكتني يا ذات الملكية هذه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وكل جنب عظيم. اخ والد يبدو ان بثك يخرع والله. والله تجيني رسائل غريبة عجيبة. انت مجمع شياطين عندك وش السالفة؟ الله يكفينا شرك يا اخوي. هذا الجن تعرف انت الجن. ليش يا ابن الوطن؟ مين الشياطين انا؟ الله يسامحك. لا تجيني رسائل غريبة على الخاص، كلام غريب واشياء غريبة. زي ايه مثلا؟ يا اخوان ترى على فكره تجيني 7 رسائل من 7 اشخاص مختلفين والبث عندك 3 اشخاص يعني ما ادري انت تسمعون من برا يعني ما داعي الحركات الغبيه من برا بالله وسال وش الرسائل وش نوع الرسائل وش مكتوب المهم اللهم صل على رسول الله ابحث عن مصطلح يا وش قالك تخيم بالله المهم يا حماد ابحث عن مصطلح الذات قبل ما ترد وقبل طيب عرفنا ايه يعني ليه منزعج من الرسائل ايه حماده خوالد هل يعقل انت في كاد وتخاف تخاف انك تعطي معلومات عادي يا رجل ما في شيء يخوف عمر عبد العزيز عيلتك لا في السجن هذا وطن عربي ما في احد امن فيه يا اخي اذا سيسي خوف واردن خويه اقولك شيء يا خويلد عشان علمك بس عن عمر بن عزيز عندنا ايه في القران لا اعتقد انه هو الدين تتابع انت بس ما ادري هل تتابع الان او لا الله اعلم لكن في ايه في القران وش يقول الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى يعني مستحيل ان احد يؤخذ باثم شخص الاخر مستحيل لا في الدنيا ولا في الاخره عند الله عز وجل معك صدق الله العظيم اكبر دليل صارت اعلمك طيب اعطيني اكمل لك بس عشان باي انا قاعد اصل معاك الامر عشان اوصل لك للنقطه عشان تفهمها اكثر اتعمق معك اكبر دليل عندك طول العمر والسلام عقيد رتبه ترى مي بسيطه عندنا عقيد انشق هرب بره لو الدوله على كلامك ظالمه اي نعم لو الدوله ظالمه على كلامك وانها ما انها تاخذ الناس كلهم اخذت ابناء واخذت اخوان بس الدوله ليست بظالمه عمر بن عبد العزيز ليش اخذوا اخوانه؟ اخوه كان عليه قضيه انه كان يدعم فئه معينه، لما سحبوه هذا اعتراف عمر بن عبد العزيز كيف سبحان الله هذا الحقيقه وكل شيء ادله، ما عندنا دوله، اقول لك شيء ثاني دع هذا عنك، اعطيك مثال ثاني، في واحد في النمسا دكتور فارس او في راس هذا يا طويل العمر والسلامة قبل اسبوعين زوجته السعودية رجعت الى السعودية مع ابناء فراس لو الدولة الظالمة والطاغية سحبته اعطيك مثل ثالث في واحد عندكم ابو هاني في المانيا هذا ابناه بالسعودية ابناه في ينبع في المدينة المنورة لو الدولة الظالمة سحبت ابناءه فدع عنكم هذا اعطيك مثل رابع صالح حمامة ابوه في جنوب المملكة لو الدولة الظالمة سحبت ابوه اللي رباه واللي علمه واللي تعال انت المفروض تاخذ بذنب ولدك الدوله ليست بظالمه يا اخوان ليست الدوله كاحترامي لمصر يعني السياسه المصريه ياخذون الاب والعائله عشان ياتي الابن ما تفعل هذا الشيء في الدوله ولا بالسوري ايضا المملكه العربيه السعوديه دوله والله اما انك ما تعرف او انك مسكين كذا يعني تصدق اعطيتك صارت كلام فلان طب لا يا عمر اخوه مسوي يدعم فيها اي فئه ايش اسمه فئه اخو عمر يا طويل العمر السلامه ماجد فعل فعيله ولما جت الدوله تاخذ على ما دخل باخوه ما عشان اخوك ما اخوك لا انت بوجه التحريض ضد الدوله وقاعد تدعم فئه معينه لما اخذوك ما دخل باخوك انت اخذوك عشان ذنبك انت ما يشغل باخوك والله عارض برا ولا شيء واعطيتك امثله عده صالح رابح العنزي عندك طويل العمر فراس عندك يا طويل العمر في واحد اسمه فيصل من اهل الرياض اللي انحاش على المانيا
اسماء عده يا اخوي. عندك هارون، هارون اللي جاء قبل فتره سنه نفسه، هذا لو انه دوا فالما اخذوا اهله نفسه يعش. كيف سلم نفسه؟ هارون، هارون احمد امين، هذا 2012 خرج خارج المملكه وتلفظ على الدوله باشياء لا تعقل، ولما ب 2024 قال يا دوله انا ندمت وبعود للوطن، مباشره الدوله فتحت يديها لا تعال حياك الله انت ابن الوطن، حتى لو انك تكبرت، حتى لو انك تطاولت، حتى لو انك تماديت على هذه الدوله، قال تعال هذا وطنك وارحب وارجع. ها بالسجن هو صح؟ ما هو بالسجن، كيف بالسجن يا رجل؟ جاء واعتمر وسوي مقاطع ونزل مقاطع وعند اسرته، وبالعكس ويقول بالعكس انصح جميع المعارضين بالعوده والدوله فاتحه يديها للجميع. البنت السعوديه اللي ما هي العرعر اللي هربت على المانيا لما عند توبته والعوده دوقه تعود، ارجع ترجع، ايش المشكله؟ الانسان يمر مرحله احيانا يكون مرحله تطاول، مرحله تمادي على الدوله، والدوله بالعكس ما تقصر تقول ارجع، ترجع الله يحييك، ارجع بين وطنك ما عندك اي مشكله ودعفه. وبشرك في عندك ابو هاني شو اسمه الاحمدي هذا الغازي، اليوم اليوم اثنين اليوم بيروح السفاره بيطلب العوده وبيرجع والله حي، وبيفتح كاميرا والله حي. يا خويلد نعم هو وش مسوي عم غازي؟ ولا اذا ما تقدر تقول اقول ما اقدر اقول، هو ما يبغى احد يقول بالشيء هذه أوكي. هو مشكلة عائلية بس أنا تطاوع على الدولة، لما خرج قال الدولة هي اللي سوت، الدولة وش دخلها بك ومشاكلك العائلية؟ لكن بغض النظر الدولة بالعكس فاتح يديها للجميع، ما حتى في مصر، مصر لما رجع الصحفي من ألمانيا هذا الصحفي اللي هجم السلام عليكم كيف حالك يا صاحب البث؟ لا كيف حالك يا صقر؟ الحمد لله. انت ازلت الصورة صح؟ اي صورة؟ الصورة اللي الحين طالع عندي صورة سوداء. والله دقيقة خلنا طيب. انت شايفين صورة سوداء ولا مبس؟ ولا انا عندي بس انا ممكن. طيب اذا الصورة سوداء حلوة خلها كذا، اجعلها ان شاء الله سوداء حياتك كلها. انا في جوال اخر، جعلها سوداء، جعلها سوداء عليك وعلى حماده، خلها كذا. نعم نعم خلها كذا. انا شايف صوره عاديه بالله. لا لا ليش تحط الصوره اول شيء؟ ليش تحط الصوره هذه يا زول؟ يعني باينه؟ احنا نحبك ونحب السودانيين ونحب الناس الانتيكه اللي زيك. وانا احب هذا الرجل وسيم. طيب حط له صورة الوسامة، أما أنت الآن ملفق، ملفق تدري كيف ملفق؟ كيف ملفق؟ صورته يعني أنت تلفق له حاجات وهذا عيب. يعني تخيل لي أنا جالس معك حلو، أنا جالس حلو الآن أسمع، أنا جالس معك الآن أنا وياك في المايك تمام، وأنا أتكلم وأنت تطلق أصوات أصوات سيئة مثلاً، وتقول هذا التلفيق يعني مثلا تنطق الصوت مثلا تدخل لي في صوت مرأة، تدخل لي مثلا في كلام كذا، هذا هو التلفيق، ما يجوز يعني. طيب عيونك غير ثاني. تسلم تسلم الله يطول عمرك ان شاء الله. الله حلو. كيف حالك يا احمد؟ حالك يا احمد؟ حمادة تتغدى يا حمادة؟ تتغدى طعمية ولا كشري؟ الغدا احمد ولد غزه شري ولا بشاميل؟ تمام. طيب يا احمد في حمله شرسه الظاهر ضدك. ادري والله، عادي شيء طبيعي انه يكون في حمله كده. نبغى مبرراتك الان. امر طبيعي لانه ما خلى احد بحاله، ما خلى احد، الرجل هذا نازل بالجميع ما شاء الله يا حماده، عنده طاقه وعنده قوه لا وما تعرف صاحب مره معه. احمد مش حيتاثر بهذا الشيء، وقلت صوره تاويل بس. احمد مش حيتاثر بهذا الشيء صح احمد؟ احمد كلامه انتهى خلاص، وبعدين انتهى خلاص صافة، هناك امور اهم. خويلد خويلد تعرفون صوره براك اللي نشرتوها ان اعرفه منه هذا الرجل؟ والله اني اعرفه بحفر رباط عنده محل خضار، محل خضار. انا مستغرب اتوقع انه ما هي صورته. لا لا ميسو صدقني انا يا ابني يا ابني
طلعت والله الدرويش. لا لا والله صورت برا والله ما صورت برا. اذا صورة اللي عيونه جاحظ واللي لابس شماغ ورقته صغيرة هذا مو هو ما اتوقع انه براك. هذا الرجل مسكين انت حطيت صور ناس حرام عليك متق الله والله متق الله. هذا الرجل غلبان ليش كذب كشفناه لكم عشان كده زعلانين. اسمع خرباني اسمع اسمع طيب تهويل تهويل يا تهويل اسمع تهويل بلاش تقعد فابريك ها انا احب شغل الفابريكا ده ما اعرف الشايب هذا ما اعرفه شفت صورته بس ما اعرفه وتهويل صورته موجوده الاثنين الاثنين يا عيني هيموتوا هيموتوا هيجي لهم سكته قلبيه يلا انتوا طيب على الوضع يا احمد بس 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 بوضح شغله بعدين نشرها مو انت نشرها نشرها شو اسمه هذا هامان تهويل اشوف صورته ما اعرف اما الثاني نشرها على حسابنا على حساب قبل همين لكن الثاني هذا الرجل انا اعرفه في حفر الباطن شغال عنده محلات خضار في حفر الباطن هذا معروف الرجل فاعتقد طيب ان في روح له اسمع صوته روح له اسمع صوته والله شوف بيني وبين حفر الباطن ما يقارب 600 كيلو انا في الرياض وراح انزل حفر وراح اصوركم الرجل الرجل مو حق الامور هذه كلها مو بالسياسه ولا شيء فما ادري ممكن في سوء عندكم او في لخبطه او ما ادري الله اعلم لا لا ما في لخبطه هو نفسه برا هذه يوم راح تتضح راح يبين كل شيء هو نفسه صار لا لا مو باين ليش ابين وانا بينت صار حلو خضار معقوله ليه اللي حطوها راعي شماء ابو عيون جاحظ هذا هذا معروف بحفر الباطن مشهور رجل عنده محل خضار وما شاء الله يعني رجل معروف الرجل حتى لو اعطيكم اسمه الحقيقي تدخلون بجوجل يطلع لكم يطلع لها قاعات كثيره مع محافظ السابق لا تدافع لا تدافع خلاص يا ابن الوطن فضحنا ما دافع افضح زود فضيح بس تاكد من المعلومات قبل ما تفضح احد عادي انا اقول كفر الله يزيدك الله يزيدكم تفرقه ويزيدكم شتات ويزيدكم فرقه بالعكس انا جدا مبسوط بالشيء هذا اللهم زده بارك انا ترى سعيد بالعكس وهذا الرجل اللي نشر صوره البنات اصلح الله حاله همان نشر صوره لمار وابنها وبنته اصلح الله حاله بالعكس الله يقويك نشر بالراس اصلح نشر الله حالها ورضي الله عنها صح رضي الله عنها يعني يا تهويل اتكشفت يا تهويل وقدامه لابتوب وين التهويل وشغال. وين وين التهويل هذا ما كنت شفته ذا والله ما شفتش صورته التهويل هذا اسمه كذا تهويل تهويل اللي بيقعد مع براك دايم فتح لهم بس عنده حساب ثاني غير تهويل حساب وش اسمه امس طلع فيه تيفش او ما ادري وش موجودين اعرفهم بالواحد تهويل هذا قبل شوي جاء عندي وكان معنا عم راجل كان كبير مغربي كنا نتكلم في موضوع جات سالفه حرف الدال عرفت سعودي مو مغربي لا 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 سعودي لا لا سعودي مو مغربي سعودي هذه تهويل سعودي المهم دخلت والله حسيت انه سوري دخل عندنا كذا يسب ويقول له يا ابن الكلب ويبزق يبزق يعني ياخذ يتمخط كذا ويبزق ثم يبزق على جواله انا يوم سمعته والله نزلته وعطيته كلام هذا كلام بس انتهى الموضوع كيف انت عارف ان براك اساسا سوري بس انه عايش بحفر الباطن اذا هو براك اذا هذا الرجل راعي المحل بحيث خضار هذا سوري اساسا ما هو بسعودي ايا كان انا مالي انا هو اصلا هو كده كده ما بتكلمش يعني براك ده اساسا اللهجه بتاعته دي سعوديه مستحيل طيب يا احمد ايش سبب الحرب بينكم وكيف قامت بينكم هقول لك انا في البدايه يعني ايش يعني ايش اللي وصلكم لهالمواصيل كنتم اول ناس هاديه وناس تكلموا شويه صرتوا شرسين على بعض طيب اولا البدايه ده برا كان عامل فيها عنتر جبنه كان يدافع وبكل قوه في البدايه طيب اسمعني عندك النت طيب هنا على ابو ام النت ما ادري يا ولد النت اليوم زق اي اتصالك جدا ضعيف النت سعودي ولا مصري هذا اس تي سي ولا اورنج
وبتليفون المصري. حماد بسرعه جاوب بسرعه. اس تي سي ولا المصري هذا شحنه مصريه؟ سي ولا ما عندهم اس تي سي ما عندهم. فاهم ايش مغزاي؟ دقيقه. ماذا النت اللي عندك؟ النت اللي عندك اس تي سي ولا وش الشبكه اللي عندك؟ موبايلي. موبايلي يلا يلا يا موبايلي حماد. يعني مقيم هنا في الداخل ها؟ يا اكي يا اكي بلاش هالصور و... انت تمشي مع الموجة ولا ايش يا اكي؟ الملوكنا يا ولد عيب والله عيب. عيبك عندي هذول وعندي مزز اختاروا مزز والله مزة احسن يا اخي شيء يلا ثواني صورتك احلى صورتك اجمل صورتك ما شاء الله احلى من المزز يا ولد قول ولات امور يا ولد صدقني خالد انت شكلك اجمل من المزز بعرف الصور هذه مين يسويها عندكم يعني على الانترنت مليان اعوذ بالله كل هذا حقد على المملكه يا ولد لا لا مش حقد دول الاجانب يعملوها بالشكل اللي هم شايفينه لحكام العرب لا 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 فهمت هذول اجانب طالع ذكاء اسمع بعلم حاجه شوف يا احمد خش مثلا ابحث عن السيسي كده هتلاقي له مليون صوره ابن سلمان تريليون صوره اسمع الجميع الذين يبثون الان براك والجماعه اللي معه واللي على شاكلته كلهم يبثون باوامر ابو الزبايل تقصد براك ابو الزبايل توجهات خارجيه مملوءه عليهم بس والله يشعر وبعضهم ما يشعر بعضهم زي الاهبل كذا لان الصوره هذه الان تحصل الصوره في كل البث تلقى 5 6 7 بثوث لها نفس النطاق ما في شيء ترى كل شيء في الدنيا هذه الا وراه ناس ترى لا تفكر شيء يجيك كذا من الباب للطاقه انت عارف ده براك كان الاول يعمل ايه اول ما دخل كان أيوة. يقول المقاومه المقاومه ومش عارف ايه والحكايه والروايه والمقاومه الشرف والمقاومه العزه وايه وقعد يتملق طيب لغايه ما الناس مثلا بقيت انت تحترمه وتحبه وكده ليه بيدافع عن المقاومه طيب لين الكلب دخل وعمل لي فيها ايه الشيخ كشك وجاب لي جمع لي سوريين على مصريين على مش عارف كلهم متطرفين وعمل لي الجماعه الخايفه ولات الدينيه فهمت وقعد بقى ايه مروش على المقاومه المقاومه فيها والمقاومه فيها والمقاومه فيها. يا ابن الكلب يا كذاب ايوه دلوقتي على طول بقاله فتره كده يسب في لكن في البدايه كل الناس كانت بتحبه وتحترمه وتقدره على اساس انه بيحب المقاومه الفلسطينيه وبيدافع عنها يا وما كانت الناس في البدايه مش ما كانتش قضيه الناس الصوره كده ما صراحه قدر ضيوفك قدرهم خالد شكله النت ضايع عنده ولا ايه ما اعرفش فاهمني اي فاهمك فاهم او ننقل الصور للجوال اخر عشان احط صور حلوه كده واخذ بالك ساعات ايوه دي كانت المشكله يا ابن الحلال لا لا تتكلم عن المقاومه خلاص انسى المفروض دي ناس بتدافع عن عن الدين كمان وبتقاوم وانا قضيتي ما كانتش انا قضيتي من ساعه ما جت قضيه فلسطين خلاص نسيت حكام العرب كلهم لان قضيه فلسطين دلوقتي اولى من الحكام على فكره للي ما يعرفش ننتبه ان فلسطين تتحرر او على الاقل يبقى في دوله فلسطينيه او يقف الضرب الموجود لانهاء ده
كل يوم الناس تقتل في فلسطين والمقاومة تدافع. طب نتخيل ان مفيش مقاومة، وين الشعب الفلسطيني؟ تخيل انت، قول لي كده، رد عليا، قول لي مفيش مقاومة فلسطينية. صح يا أخي، من جد وين الشعب الفلسطيني؟ هيروح فين؟ فين الشعب الفلسطيني من وجهة نظرك؟ والله أعتقد أنهم كلهم صاروا في داخل فلسطين، يسمونها إسرائيل دحين. لا، كان زمانهم خلاص عدموهم. دين المزز، خلينا نشوف في عندنا بنات ولا لا. أول شيء يا اخي لا، فكك من كل الصور خلاص، يعني خلينا صور سادة كده خلاص. وش المزز؟ من المزز؟ ولا مزز ايه يا اخي؟ تبي تشوف؟ يعني انت في السياسة الناس تيجي تدخل عليك تلاقيك حاطط صورة واحدة يقولوا يا لا عم. لا لا، اي كي مو سياسي، اي كي رجل مناضل، رجل كويس، رجل لا لا يا كيف كم يا اخي، اتق الله. علق من 10. وين انت؟ وين انت يا كي؟ حركات حلوه. اسمع، او ادفعها ادفعها، سوف تطيح. أسمع، سوف تطيح، ارفعها. استغفر الله العظيم. خلاص خلاص، بجيك يا كي بسوي رياضه. لا لا، هذه واحده حلال، هذه واحده حلال. انزل انزل. اسمع يا كي، اي كي، انا فقط بختار صور. ايوه، كم 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 عندك يبعد اهل المناظر عن كم تبعد؟ والله على حسب، على حسب السيتويشن. يعني هي موجودة في كل مكان في العالم أصلاً، ما أكذب عليك. ما في مكان العالم، ما في الأشياء هذا، الأنواع هذا. أنا صنف هذا الصنف الجديد، ها تحبه؟ هذا الصنف غير متوفر في كل الدول. هذا بس أوروبي. أبد، الصنف جايك وبيستوطن منطقة نيوم. حركات حلوة، يجيك بالآلاف. لا 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 يا رجال، والله جايين. هم يقولون يعني بنفسهم انهم جايين. من يقولون؟ اسرائيليين. هذه اسرائيليه، معقوله هذه اسرائيليه؟ لا هذه ما هي اسرائيليه، انا ما احب الاسرائيليات. اوريك انا اشوف. ما في اسرائيليات الظاهر، في اسرائيليات عندكم في هذه. حركات حلوه كذا، شيء خفيف كذا، عرفت؟ هذا شيء يجعلني هكذا. يا اخي انت يا كي، انت جيتني يوم؟ لا والله ما جيت. ليه ما تجيني يوم؟ والله انا صراحة هذا ليس الجو الواحد ياتي فيه، قمع زايد يعني، اصبح يتصيد في الناس. طب اسمع، انا الحين رحت نيوم وجلست فيها، وجلست في الشر حق نيوم، وجدا الاجواء جميله هناك. بس الكلام هذا ما شفناه. لا هو اتي يعني، هو انا هذا صراحه بيني وبينك ما يهمني. انت قد تشوف ناس تزعل. انت في امريكا. انا ما اهتم، انا بصراحه ما اهتم بالرقص كثيرا، انا اهتم بالقتل. انت في امريكا الان، يوم سووا مدينه نيويورك، يوم سووها وبنوها، كيف الامريكان بكوا وصيحوا ولا قالوا ما فيش مشكله؟ هي نيويورك يا صقر، لا تبي الصراحه ليست جيده. نيويورك مشروع شبه فاشل، هو بس داون تاون معروف كذا سياحه وكذا، لكن نيويورك زحمة وفي الفئران في المباني، لا تشوفها كده داون تاون يلمع. ترى غير داون تاون، تروح بروكلين كأنك في عالم ثالث. شرح أنا أو شوف، حتى أنا فاهم قصدك، لكن حتى يا أخي قول حويطات هذا يعني له الحق إنه يرفض، له الحق يقول لا، صح؟ له الحق يقول لا تهدمون بيتي. يا أخي شوف، يا انت عشت في المملكه العربيه وستعرف، الدوله تاخذ حاجه مجانا؟ ما في التعويض. في ناس كثير قالت ما اخذ التعويض، ناس راحت الحرب وجات ما تعويضها. اللي فقد رجل يد وما ادري وش. يا رجال مين قال لك؟ المصادر المسؤوله زي ما تقول. والله كله تسمع هذا الكلام، هذا بلا شك. يقول لهم قدموا معروض، قدموا معروض.
يعني انت تروح تقدم المفروض يعطيك حقك. بس حتى يا اخي اذا هو ما يبي المعروض، اذا ما يبي الفلوس له الحق يرفض. يا عزيزي انا عندي واحد ابن خالي اصيب في الحد الجنوبي تمام، وتنوم وتضرر من الإصابة اللي جاته، لأنه جاه زي اللغم كذا، وتبترت أصابع بتروه خيالي، هو أقل ضرر فيهم. أقل ليش؟ ضرر. الباقي كل واحد اللي تبترت رجوله واللي تبتر هذا هو عوضوه، أعطوه مليون وبدل شو أعطوه كمان، وقعدوه على الراتب 100% وخلاص، وعايش حياته الآن تمام وأموره طيبة، وأعطوه من حقه. لكن يعني اللي يا أخي يقولون هذول الكذابين يا أخي، ليش يقول لك والله ما في شخص أصاب أو شخص هذا اللي الدولة تعوضه؟ هو شوف يا اخي، يعني هو له حق انه يرفض. بعدين ردوه على الرتبه في الصف. ها؟ ليه اعطوه رتبه واعطوه يعني الحين صف الضباط صف فهمت علي؟ طيب شوف، انا اتمنى هذا الشيء فعلا يكون صاير وخير، واخوك من حقه. لكن الناس اللي اسمع، الناس اللي في جده جاهم هدد قال لك والله ما اخذنا وان الدوله وتشردنا وكذا كذا كذا، يا رجال كلام فاضي كله. الدوله دفعت عنهم الايجارات أكثر من شخص. يا صخر، أكثر من شخص قالها، مو شخص واحد يعني ولا اثنين، أكثر من شخص. والله كذابين، كلهم كذابين. أسمع، وفي ناس والله ما تملك شيء في الأحياء هذه وتحايلوا على الدولة حتى يجيهم تعويضات، تدري ولا لا؟ والله فكرة حلوة صراحة، لكن أتمنى هذا الشيء يكون واقع، أتمنى من جد إنه هذا الشيء. أنا موجود بالسعودية، أنا موجود في نفس المدينة هذه اللي فيها الهدد صدق، وعندي مكتب وعندي كذا، وأشوف يعني وأشوف كل الأمور، عارف القيمة الإدارية وعارف الدفعات اللي دفعت. كويس، أنت لك الحق أنك ترفض إذا هو جاي من يوم، والأرض هذه ملكك أنت صح؟ لك الحق أنك تقول لا يا أخي بعطيك بليون، يا أخي ما أبي البليون، لك الحق انك تقول لا وهو يراضيك، لكن يجي يهدم على راسك ويجي يقول كم معي رشاش، يا اخي معي رشاش مع بازوكا، هو في بيته تهدم عليه البيت كمان. بس ذكر المصلحة، الدولة الان رأت في مصلحة في الارض هذه، هذا شخص واحد المصلح انه حيجوا غير مسلمين يسكنون، هو قالها بنفسه، قال الصهاينه بيجي يسكنون المكان يعني، وقال سوف يذبحوني، وهذا اللي حصل بالله. اسمع المدينه الذي في مثلا في مدينه اسمها تبوك، ما ادري تعرفها ولا لا؟ تبوك. طيب هذه المدينه كم تبعد عن نيوم؟ ما اتذكر يعني، لست جيد في الجغرافيا كذا، لكن يعني 140 او 160 او 180 حد اقصى. اهل خريبة عوضوهم كثير في تبوك، تعوضوا في المدينة قبل يعوضوهم. يا صقر، هل سألوهم هل ممكن نهدم بيتك ولا لا؟ ولا حطوهم قدام امر واقع، انا خلاص جاي نهدم بس يلا. لا سيد اخلاقينك وتوكل قبل يعني. لا. هاي الطريقه في جده يوم جاء الهدد على العشوائيات وكذا، اعطاهم انذار. لا
حلو هذا زي اسرائيليين يقول بنجي نقصف بعد هذا انذار. هذا ما هي طريقه يعني، ما غلط هذا فيها استنقاص يعني. نفس هذا الاسرائيلي ما يقدر يجي يسوي مثلا كذا هنا في امريكا. طيب السؤال لك يا عزيزي، الحين انت في ارضك الان في السودان مثلا، وجاك البشير قال لك والله عندنا مشروع في هذه المنطقه ونبغى منكم الاراضي هذه، جاتك اللجنه وسوت تقييم عندك وكذا وكذا وقالت له خلاص بنعوضكم بالمبالغ كذا كذا كذا، انت وش خليك تتعارض على الحكومه؟ وش خليك تعترض يعني؟ ليش يعترض على الحكومه؟ ليش؟ افرض انا هجاوبك. افرض انا هتكلم عن نفسي، ما مدري عن الحيطات من دي. انت قلت لي تخيل انه هذا لي انا، اقول لك عن نفسي انا. نفسي انا يا اخي افرض مثلا انا شخص مليونير اصلا، عندي ملايين ما احتاج هذا المليون، وبالعكس انا هذا بيت تربى فيه ابوي، افرض انا ابوي كان شخص طيب كبير. نعم صح؟ نعم اليس من حقي انه اقول لا اريد شكرا جزيلا؟ يعني لازم غصبا عني كذا؟ ايوه الدوله الحين تبغى الشيء منك تعطيها وانت مسلم، لان اصلا الدوله لها فضل عليك. شوف الرسول قبل كان قبل الاسلام ينتشر وكذا، يعني طبعا لا يعني اي وقاحه، ولكن كان زي اي احد. كان ممكن تجي تقول للرسول احنا قريش، احنا الحكومه، احنا نشوف انه هنا في مصلحه، اصلا انت مدري عنك يا رسول، انت قرانك ذا كذا، عرفت يعني؟ الانسان له الحق انه يقول لا انا املك هذا الارض قانونيا، لا اريد ان ابيع يا اخي. طيب قانونيا على الحكومة أنت قلت قانونية. صارت هنا والحكومة هنا تترجى وسنين في المحكمة، يعني في النهاية حقك ما يطيح، فهم؟ قانونيا أنت تقول قانونيا، الحين هم ما يملكون الأراضي، هذا قانونيا. طيب كيف هذا؟ ما يملكون صكوك عليها. كيف هاي يملكون؟ بيوتهم يا ما يملك. الحويطي قال لك وراه طلع سك الحويطي، سك تملك طلع. هل الدولة صرحت عن هذا الشيء؟ لا، الأرض اللي ما عليها سك هذه أرض الحكومة معروفة. أنا عندي جد الله يرحمه. سك يعني إيش؟ أسمع، السك يعني إثبات ملكية. إثبات الملكية هذا، أوكي قول إحنا عايشين لآلاف السنين، هذا بيتي وهذا بيتك و هذه الامور طيبه. ايوه اثبات ملكيه يعني مثلا الدوله اللي كانت مثلا في الحجاز، عندنا في ناس كان عندهم اثبات ملكيه من الدوله العثمانيه. ايوه تعترف فيها الدوله، فهمت علي؟ اوكي حلو جميل. افرض يعني انا الان هذه يعني هذول ما عندهم كيف انا ساكنين. اسمع بعلم، كان يقول لك سالفه. عندنا في الديره جدي الله يرحمه سوى اراضي كذا ونادى عياله، قال شوفوا الارض الفلانيه هذه لكم، والارض الفلانيه هذه لكم، وهذه الارض ترى اللي احنا نزرع فيها هذا، واللي باني فيها اخوك، ترى هذه ما هي لكم، هذه للدوله، وتجي الدوله يوم من الايام تاخذها. كومنت، شوف الكومنت. وفعلا جاء نفس الكلام هذا، وبعد فتره من الزمن الموضوع هذا حصل، جات الدوله واخذت ارضها، والاراضي اللي أشار فيها جدي وله حجة فيها. ما شوف الكومنت، ايش في الكومنت؟ وش يقولون فلان مع صك وهذا مع صك. ما شفنا ليش ما طلع الحويطة طلع صك، قال لي يا ناس انا عندي صك ملكية، جالس في الارض مكان كذا ويقول لك والله انا هذه ارضي، هذه ملكي. يعني حلو والله. زمان عندنا زي كذا، في ناس مواطنين زي كذا، الارض اسمع تشتري ارض من فلان، ويجيك واحد بعد فتره من الزمن يقول هذه ارضي، والذابحون عليها ذبايح قتل، وحصل هذا قضايا كثير عندنا على الاراضي. الحكومه الارض اللي ما عليها حجه ولا عليها صك على طول تبيضها، يعني خلاص ما هي ملكك لا انت ولا هو،
ملك الحكومة. يلا الله عندك... وش عندك شيء؟ الحكومة الحق في انها تمتلك هذا الملك بيزد على انه هي ليست هي شخص طرف جديد في هذه القصة. انا اعتقد ان هذا من الغلط. الحكومة ترى اصلا لها ملكية على انت الان تخيل انك تطلع من مكانك وتروح في البر وتسكن في البر وتسوي لك وتبنيك مباني كذا وتقول هذه ملكي ويجيك واحد يقولك لا والله هذه ملكي. طيب جابكم انتم كلكم هنا في البر هذا وجابكم هنا. فاهم قصدك فاهم قصدك لكن هو ما كان في البر كذا هو كان يعني في كم فلان مع شخص شايف في الكومنتس معهم صك سكوك الصعد كلمة. ما في سكوك ما في سكوك ما في انا ترى كومنت ما شايف بس حط لك بس تفضل انا حطلع هذول الاثنين وان كي تبي تطلع تعال لانهم هم احتمال يعرفوا اكثر مني انا اللي اعرف انه فقط طلعهم طلعهم انا اتناقش معاهم اه تفضل تفضل يا جماعه كله ويا ريت نحترم بعض يعني حتى لو اختلفنا عادي نختلف وتونسوا يعني لا يفسد في الاختلاف في الراي لا يفسد الود الحمد لله الناس مطورين. السلام عليكم. هذا اللي يقول عبد الرحيم الحبيط الله يرحمه موجود المقطع مع صك مثبت هذا كلام هذا مو صحيح اللي يقوله الاخ هذا وين الصك ما شفناه مع صك موجود اكتب مقطع عبد الرحيم يثبت بالصك برهان موجود الحين ادخل على مقاطع عبد الرحيم تلقاه موجود اترك عنا النفاق خلط شغله هو خلط شغله اول شيء هذا عبد الرحيم ما هو الحاله ساكنين معاه ناس بمنطقه طيب والشيء الثاني قالوا نعوضه قال ما بيتعوض انا بارضي الرجل طلب ارضى ما اسمعني لا ادري لا بس خلنا نحطه بالصوره والله حصك موجود اكتب مقطع عبد الرحيم يثبت حق ملك البيت يثبته موجود الصك واضح سبا وضح له الرجال ما هو متهاوش ويا ناس على بير ما هو بير بل خلا وتذابحوا على بير هم قبيله ثانيه القبائل تذابح على بيار ما هي ملك لحد لكن الرجال الله يرحمه عبد الرحيم الحويطي الرجال بيته وارضه وقالوا له نعوضك اسمح لي بس شويه بس الله مشكله يعني عنده ايش المشكله عفوا وشو ليش رفض ما سمعت ليش رفض انها ارضه كيف يا اخي ملكه ما في حاجه بكيفه ما في حاجه بكيفه هذه الدوله جت الدوله الان وجايتك دوله بكيفي الحين هنيئا له الشهاده زين لا دقيقة هنيئا له الشهادة هنيئا له الشهادة من مات دون اي والله هنيئا له الشهادة الله يرحمه هذا شهيد الوطن هو شوف انا زي ما قلت لك يعني اصلا حتى بسألك سؤال يا عزيزي ليش الدولة يوم قتله تعال اخرج وهو خرج بالسلاح على الدولة ما خرج بالسلاح الرجال بكيفه الرجال مصور وموثق كل شيء موثق كل شيء كلم اللجنه والضباط كلمهم قالوا اطلع اخرج الدوله اذا كان قتلته الدوله اذا كان تقتله تاخذه وتدي محكمه وينفذ فيه الدوله هذه مافيا تقعد تضحك علينا مقاطع اثبت كيف يا رجل انت وين لا مافيا لا دقيقه يا شيخ هي ولا ايه اي سبهلله الدوله سبهلله الدوله ضايعه لا سبهلله يا عزيزي إيه؟ لا سبهلله يا عزيزي وي سبهلله والله جابت رقاصه وتهز عليها انت تقول لي ما اسمع يا اوكي بعد ما جابت رقاصه ولا جابت رقاصه ولا جابت مغنيه احكام عندنا في السعوديه ما في احكام كل هالكلام هذا كذب بعد وشو في 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 قانون عندك يعني انت بالسعوديه نعم في قانون كيف ما منين اي قانون قانون من هو؟ تبع من هو القانون هذا؟ أي حكومة اللي تحكي عنك؟ أنت عندك زمرة عصابة. دستور مطران. يا ولد كيف زمرة عصابة يا رجل؟ زمرة عصابة وفاسدين بعد فوق ما أنهم عصابة فاسدين. الحكومة فاسدة؟ رأس الهرم فاسد مو بس الحكومة. لك اتق الله يا شيخ.
كيف كيف ولاة الأمر كيف الحكومة باسدة الحين هو خرج بسلاحه بسألك الله هو خرج تدري لا 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 AK الرجال موثق كل شيء لو سمحت يا صقر خلنا بس مركز الشرطة من جماعته وربعه إيه. زين طيب مي خالف عادي عادي في 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 قنادر يطلعون ببيت واحد مو من جماعته بس خلنا أوضح الاي كي الموضوع الرجل قبل لا يستشهد رحمة الله عليه نسأل الله القبول نحسبه شهيد والله حسيبه زين مصور وموثق أنه يقول راح يتهموني أني من جماعة متطرفة وراح يتهموني أني أنا قاتلت الدولة وأنا ما قاتلت أحد أنا رجال ما أبي أطلع من بيتي أرضي ملكي طيب كيف طلعوه من بيته طلعوه جثة إيه طلعوه جثة طيب الحكومة على طول دخلت وقتلتها كذا خلاص أنا مقتل في يوم لا لا إيه لا جو جو قالوا عزيز السؤال يا أخي يا أخي يا أخي الرجال ما يبي يطلع من بيته تجبره تقصبه طيب يطلع ما من بيته اعتقال يا أخي نسمع حتى قالوا هذا اللي إيه؟ عندك مشايخ تقولوا مسرحه مسكتهم الدولة اعتقلتهم اعتقال ليش ما مسكت تصدق صقر صقر يا صقر طيب مين خالف تسمح لي أجاوبك الحكومة هذول المافيا العصابة ما برروا كثر ما بررت انت يا اخي سبحان الله يا اخي ليتك لو انك ناطق الرسمي باسم الحكومة كان استر الحكومة ما تكلمت مثل ما تكلمت انت هو ليش ما يصرحون يا اخي ليش يا عزيزي يا عزيزي الان الدولة صح يعني ليش الحكومة ما تطلع تتكلم تقول ايوه بقول لك الان الحكومه والله ما تجيك الشرطه لعند بيتك وتاخذك اعتقال تاخذك معتقل صح ولا لا طيب متى الشرطه في امريكا تضطر لاستخدام السلاح يا اي كي احس حياته في خطر يعني انت تهدد بالسلاح ولا شيء لكن هذا ما صار هو يبدا بالرمي بالسلاح ولا المجرم اللي يبدا والله هو احيانا عسكري هو المجرم لكن انا اعلم ما تقول يعني شوف هل هو فعلا خرج بالسلاح هل هناك اثبات لذلك ايوه ولا هدم البيت على راسه اسمع الدوله ما هي العسكر يا رجال حوله وحواليه والله العظيم ما حد يمد عليه السلاح اذا هو ما اطلق او استخدم القوه يا اخي اتق الله بنفسك كان اعتقل يا رجال يا اخي اتق الله بنفسك يا خبر الجنود يا اخي اتق الله بنفسك الدوله عن سجنه لا مو عاجزة عن سجنة بس عاجزة عن 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 بقاء وحي موثق كل شيء يا اخوي مقاطع موثقة لا تقوم تكذب كذب انسان استشهد في سبيل الله يدافع عن شرفه وعن عرضه وعن بيته اي دافع بيش بالسلاح دافع صح ما دافع بالسلاح لا لا موثق كل المقاطع اثبتها اثبت كل المقاطع انت جاي تطبل على المرحوم الله يرحمه عبد الرحيم يا منافق قانون يا رجل أنا أفهم بالقانون الرجال مع الدولة ما من جايتك كذا كان مسكوه وسجنوه وقال والله حنا اعتقلنا عبد الرحيم وقال سمعني أنك معتقل خلاص عرفنا هذا كنت أنت طبيعي أتقول أبكب أتقول العيرة أتقول عندي أب كنت طبيعي لا صحيح أنت طبيعي لو أنا أنتمي لجماعة إرهابية وعندي رصاص في بيتي أنا في السعودية هذا شيء عادي يعني رصاص موجود في أغلبية البيوت لا قديمة كلتر معروف يجي يهدموا البيت على راسي ولا يعتقلوني ويصرح يقول هذا ارهابي 1-2-3 ولا بس يجي يهدم البيت اكي الرجال موثق تخيل موثق قبل لا يقتحمون بيته ويقول راح يقتحمون بيتي وانا رافض اني اطلع ما اطلع لا بالقوه ولا بالطيب وراح يتهموني اني انا من جماعه متطرفه وبيانهم هم بيان العصابه يقولون تم اليوم قتل شخص متطرف ومش عارف ايش والرجال موثق اكيد تخيل واحد اسمع الدوله ما تقول لك كذا اكيد ترى في نفس الشيء يا رجال ليه ما يسلم الارض ليه ما يسلمها يا اخي وين الحكومه عنك انت تحطك ناطق رسمي اخي ما وين الحكومه تحط غصب عنك كذا هذا ذباب وين الحكومة السعودية كبير هذا ذباب هذا جاي يطقطق على الباب لا سوي خلي نتفاهم معه لأنه بني آدم في النهاية
شوف انت قلنا لك المقاطع موثقه يا اهبل اتفهم بدون بس عشان كل الوضع حبيب. طيب يا اخي يا ذكي يا ما شاء الله يا فطين انت ليش ما اعتقلت الدوله ليش ما اعتقلتها بفهم انا رفض يطلع علقت عن الموضوع تماما رفض يطلع دخلوا عليه مسكوه وكتفوه وطلعوه بقوه طيب لا ما كتفوه طيب. ما كتفوه الصار اللي دخل هو ارهابي ولا انت في البيت خلك ضيع يعني اي واحد فيهم هو دخلوا عليه استخدم القوه يا استخدم القوه يعني هل استخدم القوه اعتقل حتى استخدم القوه يا اخي شوف بيته كيف بيته عيار 50 رشاش عيار 50 احرقوه احراق وتقول لي انت يا قل الحق ولا لا اصمت اسمع صقر اسمع ابى اقول لك شغله المشروع الفاشل زين مال ابو سروالين زين اليوم كان يمر على ارضها حلو وبيتها قالوا له راح نعوضك قال ما ابي تعوضني انا رجل ابي ملكي ابي بيتي ما بيك تعوضني ولا ابي اطلع من بيتي شنو المشكله يا اخي ما يجوز شرعا ما يجوز بعدين في حديث للرسول في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام لو سمحت انا اذكر حديث اسمعني يا رجل اسمعني حديث للرسول عليه الصلاه والسلام من مات دونه دمه وماله وبيته فهو شهيد يا اخي الرجال الحين الرجال استشهد وانت تقول لا ما يجوز مو بكيفك يا اخي ما تقلع بنفسك يا اخي الحكومه ما بررت مثل ما بررت الحكومه عدوه يا يعني الحكومه جاي مستحل البلد يعني شوف هل هو ارهابي ولا انت خلينا نقول لا والدليل البلد يعني هو ارهابي ولا انت اللي بيت يا اخي حتى لو ارهابي يا اي كي والله لو ارهابي كان مسكوا اعتقلوه لو ما اشهر السلاح طيب بيته وينه الحين؟ بيته موجود؟ بعدين يقول لك عيار 50 عيار 50 ما يستخدم اي صحيح انت وين عايش؟ لا الداخلية ما تملك السلاح عيار 50 خل عنك الكلام الفاضي طيب وزارة الداخلية ما تملك عيار 50 الحين ما أدري أنت قانوني ولا بوزارة الداخلية ولا شنو ولا ناطق رسمي باسم الحكومة أرسلك على بر يا أخي علشان نعرف نكلم منه ناطق رسمي وأنت محامي عن عبد الرحيم هو كلف بالمحاماة عنه عبد الرحيم شرف عبد الرحيم شوف نسأل الله أن ينزلنا منزل هو كلفك يعني دفاع عنه من هو أنا محامي عن كل شريف أنا محامي عن كل شريف سواء عبد الرحيم عبد الرحيم أو غيره لكن اسمع والدولة صاحي ولا مجنون ولا قلنا لك في أدلة في مقاطع أنت ما تفهم أنت منين جاي أنت والدولة أنت أبى أقول لك شغلة تبي دليل إن يا حرامي وش الدولة لا الدولة يا ولد الدولة هذه عزتك يا رجل ما كان لك صيت ولا لك سمعه لا يعزك اللي يعزنا الله الاسلام الله لا يعزك الله لا يعزك اسمع ايش قال يا منافق يا مضلل يقول لك القصه ويتكلم معك الرجال باسلوب وباحترام وجاي تطبل لي للدوله والحكومه والدوله والحكومه الدوله جابت رقاصات راح ارقص معها يا طول العمر وروح هز وعندك الشب اللي جابه حمودي شم شم جاب شبو لا حول ولا قوة مدمورة الحين ما تدري ان الدولة مدمورة شبه الامير محمد بن سلمان اللي حارب المخدرات قبل فترة وسوى حملات وسمعنا في عسكر استشهدوا من هذه الحملات يروج المخدرات يا وين انتم وين انتم صح يا اخي وين عايش انت جريدة بي بي سي ذكرت قالت يا المملكة بي بي سي يا اخي المملكة العربية السعودية رابع دولة في المخدرات على مستوى الشرق الأوسط أذناب هذا التوجه ما تعايش مع العالم ما تعرف الأخبار يوجهونك بالرموت يوجهك أذناب كيف بي بي سي توجهك تأخذ من بي بي سي أنت كيف أذناب شو أي توجه عما تتحدث يعني أنت ما تعرف الذنب يا أكي بس لكن هم يعرفون اسم الذنب توجه يعني يوجهونهم حقائق موجوده ومثبته
عبد الرحيم الله يرحمه وتقول ليه وهذا ارهابي وهذا ما ادري وشو تتهم بالباطل يا باطل انت يا ذنب انت تبي البيت اللي هو ارهابي اي 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 واحدة فيه ولا الاثنين صادفوا كذا صدفة حلوة يا اي كي انت شفت الجواسيس حقين اليمن كيف جواسيس؟ جواسيس كانوا يخدمون امريكا ويخدمون الدول الخارجية هل يسوي في الترازات اللي يقولون ايه كانوا يسوون الثورات كيف يسوونها؟ زي كذا زي هذا نادر هذا يوجهونه يقول نسوي اول شيء اعلانات في القنوات هذه تمام ويجيك عبد زي نادر هذا انا سعودي يطالع اسمع يطالع في التوجهات يقول سيدنا خلاص يبدون ايش ما عندك مع جدتي حتى الرجال طلع من البث يتغيرون لقاله ورع ما حتى ما عرف يتكلم من هو اللي قاله ورع ما يعرف يتكلم انت يا اللي مسمي نفسك صقر والله لك انا ورع ما اعرف اتكلم بس لكنك انت والله انك ضفعه اسمع تنافق وتكذب الطب السعود الكلاب السود اللي اشكاله يا اخي آل سعود فضلهم عليك وعلى عائلتك اسمع انت عارف والله انا سعود الحمد لله فضل الله علي ما لحد علي حاجه يا خادم الانجليز اسمع فضل السعودية عليك عليك وعلى أسرتك وعلى أهلك خاشة والله على جماعتك خاشة جماعتك ولا جماعتك انت ايش عرفك انت في حروب ان خدمنا الله في الوطن انت وش انت جاي تطبل يا طول عمر السؤال يطرح نفسه الان وتتكلم على الفاضي ليش المملكة العربية السعودية بينما العالم قل لي الحين جاوبني الحين المغنية اللي جابوها وسبت الإله قل بعد كذبة مقطع مو حقيقي انت ما تطالع الا في تحت انت ما تطالع الا في انت ما تطالع الا في وين وصلت فيه الحكومه ايش قدمت من خدمات راح دور لك بست يا طول عمر ترى البستات مجاني راح قاعد هز هناك يا طول عمر فاتحها لك ابن سلمان راح هز يا طول عمر راح سل لك وشم لك شمتين مثل ابن سلمان انت الحين تدخن ولا تدخن والله هذا جو حلو يا أخي بس المشكلة حتى إذا أردت أشم وأرقص ما عندي نفس الرقص لأنه قلبي مع فلسطين يا أخي قلبي مع اللي يحدث حطاط يعني هذا احتلال ناعم يا جماعة هذا احتلال ناعم يعني إسرائيل تبي هذه أرض نيوم هذه مكتوبة في التلمود عندهم يعني هذه ليست صدفة إنه يهدم بيت الرجال كذا غصبا عنه ليش يبي هذه الأرض تحديدا السعودية كبيرة يا أخي الرياض يا ولد أنت ما تعرف ما جيت أنت يا ولد من أجمل المناطق هذه نيوم الشرم هذا من أجمل المناطق أجمل المناطق كلها صحراء يا مريض صحراء والله أنت المريض ما كنت زرعت طيب اسم ما كنت زرعت الساحل شفت الشركات الأمريكية وشفت المهندسين تكلموا على الموقع قالوا هذا 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 الضفعة هذا ضيع مليارات شوفوه طلعوا المهندسين الأمريكان اللي يتكلمون فيها مو حنا عرب يا الكذاب والله انت منافق ان شاء الله شوف هذه اسمع بتشيب ان شاء الله وتقول الله يعز آل سعود اللي سووا هالمدينه اليوم كده يعني شوف يوم جايين هم يعني هم جايين وحتشوف اليوم حتى اذا يمكن يجي يوم تقول انا طلعت صح يعني يا رجال السعوديه لو انها لها باليهوديه ما كان قواتها كلها محشوده في الشمال ليش دخل الحاخام يعقوب وخلاه يتمشى ويزمر بالمدينة قل لي ليه جايبوا كذا سياحة ولا صياعة هو اللي متحكم فيها ترى هو اللي يمشي بسلمان يكون بعلمك اليهود اللي جايين داخلين هنا ويلعبون في المدينة وغيره من المناطق وتقول لي انت الحين قل بعد الحاخام يعقوب ما سوى شيء ولا طلع في المملكة العبرية أثر عليك هذا الحامي يا يعقوب أثر عليك يا أخو كان يتمشى فقط أصلاً ما عندك غيرة لا بدين ولا عندك كرامة ولا عندك شيء ولا عندك شرف ولا عندك مرة أنت ميت أنت ما أدري منين طالع أنت الظاهر أنك من الدورة اللي نخابرها حل. إيش 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 ليش تغلط
ايش تقول؟ قاعد قاعد بس غاب بس غاب الشخصي يعني قاعد قاعد اي دوله تقصد اي دوله؟ الله يعلم ما في داعي خلاص صار خير سامحوا سامحوا يا صغير ولكن الحجه بالحجه يعني ما زالت الحجه للاسف هو بس منفعل لان الرجال مات نادر دائما منفعل ينسى خلنا نقول كلمه الحق وبكره الله بحاسبك عليها الحين الحين طبل وهز يا طول عمر ورز وكل من الرز يا طول عمر وعب كرشتك عب من الكبسة وبعدين عاد الله الحمد لله يا رجال إن في نعمة وفي خير وفي أنا بكرة طول عمر أسمع وفي عشرة الحمد لله ما هو نافعك هذا اللي يطبل له هذا اللي جايب لي مغنيات وجايب لي الفساد ومناشر الفساد والضرائب والبلاوي والله ما هو نافعك بكرة تحشر معه إن شاء الله أنت وياه وكلكم تحشرون إن شاء الله أنت تخافون التغيير تخافون دائم يحب على ما قال خواته وهله يروحون للبستات وهذا هذا اشكالك واشكاله ديوث اسمع اسمع الان الدوله لو سوت اليوم هذه مثلا في المنطقه الشرقيه ايش كان قلتوا كان قلتوا ايران بيدخل علينا ايران يا سواها في المنطقه الغربيه قلتوا بيدخل علينا اسرائيل هو نفس الكلام يا رجال انت جبان وهو جبان الحين استنجد بامريكا الحين كيف انا جبان استنجد بامريكا الحين استنجد بها الحين سؤالي لك انا كيف اثبت اني انا جبان حنا مستعمرين القاعدات عندك اكبر دليل حنا كل شيء بيد طيب بيد امريكا والصهاينه يا مسكين طيب مستعمر الحين انت جاي تطبل الحين انت مستعمر القاعدات اللي تقول انت هل رايت فيها جندي امريكي انظروا يا امريكا شفت واحد امريكي داوم لابس كذا احمر دمه احمر كذا لابس اللبس هذا يداومون يداومون يعطون هم من الفلوس يطول عمر ويشربون على ما قالوا وعندهم كنائس انا لفيت على كل الدوائر القواعد العسكريه الكومباوند يا بابا ما انت عارف الدنيا انت ما عشت والله الدنيا. انت اللي ما انت عارف الدنيا ولا شيء يعني انت لا كانك العسكر شايف العسكر طالع من البيضه احنا خدمنا الله ثم الوطن انت ايش خدمت انت خدمت الوطن للشارع. تعرف من العسكر تعرف القواعد العسكريه وتروح زي ابن سلمان جاي طلع عمر يدور البستات والهز والرقص والمنكرات والبلاوي هذا اللي تعرفه بس انفتاح والله من تحت مو من فوق زو انا عايزين نكون منصف الانفتاح جيد لكن يا اخي الغلط غلط يعني عرفت يعني انا اقول لك سلمان العوده انا لست مطوع انا بعيد كل البعد عن الدين لكن ما رضى يا اخي سلمان العوده في السجن اسيح يقول لك ارهابي سلمان العوده ارهابي لا ايش سوى سلمان العوده اسالك بالله له قضايا كثير يا سلمان العوده من ايام التسعينات وهو في اعتقل كذا مره ترى مو اول مره اعتقل طيب المره الاخيره هذه ترى ليش طيب هذا قرني لحد الحين برا عقل لأن يعني بعد ما اعتقلت الدولة في هذاك الزمان علمتها الصح والخطأ هي عايز القرني بيع عطاها منها الفلوس يطول عمر وقال يلا أنا ماني إخواني ولا عندك مقاطع له كله مع إخوان معهم كله لا تقعد تطبل أنت ولا تعرف التاريخ ولا تعرف طيب تعلم الرجال أخطأ واعترف بخطأ الدولة تقول لك يا أخي لا تستخدم المنابر ضد الدولة وأنت الآن شوفك الآن في التيك توك تستخدم المنابر ضد الدولة أبعري أنت والدولة عارف أبعري أنت والدولة ولا لا دقيقة ما تستخدم وش حق الدولة منابر يا منابر نعم منابر. أي منبر ضد الدولة والله محتار منبر يعني كمنبر يعني مالك حريه يعني مالك حريه تتكلم لا يا بنت مو مالك حريه يعني انت لا مالك حريه اتحدى واحد دخل الدين اسمع تنافق. شوف مثلا دوله تسوي الشعب يقدر يطلع يتكلم والله الدوله ما في حريه ما في ديمقراطيه انت كذا فجاه من بيتك وتقول والله الدوله لا تقعد تنافق فيها وفيها
قلنا لك عبد الرحيم في مقاطع مثبته، وانا وين وهذا ارهابي وهذا ما ادري وش هذا يا رجال، اترك عنك الكذب. طيب يا اخي عبد الرحيم، طيب يا اخي، طيب في ناس كثير اعترضوا ومسكوهم اعتقلوهم، ليش عبد الرحيم بالذات انه هو اللي الوحيد الذي قتل؟ سؤال موجه لك، يلا. ما جاوب واحد معه، ما يفهم، نكلمه من هنا ويجي ويرجع يلف ويدور. طيب الرجال ليش قتل؟ ليش ما اعتقل؟ قتل ظلم، قتل ظلم، مش اللي ليش ما قتل؟ قلنا لك المقاطع موجودة، راح شوفها تفرج عليها على راحتك. لا هو إرهابي يقولون. آه والله لا إرهابي ولا شيء، والله هو الإرهابي اللي جاي طول عمره ياخذ حقوق الناس بالقوة، ولا معه صك وهو مدرس. معروف مدرس في تبوك يا حبيبي، وهو جاهل مثل الجاهل هذا اللي قاعد يتعدى على واحد شهيد، شهيد الوطن يتعدى عليه ويتفلس عليه. أول شيء الرجال موظف في البنك الراشي، ما هو مدرس، لا تكذب. مدرس وأنا صادق. أنت ما تعرفه ولا تعرف عيال عمه، أنا أعرفه. والله أنك كذوب، أنت كذوب. أنا أدري من الكذوب. الحين أنت الحين تقول إرهابي وتدلس، قلنا لك المقاطع ما تفهم. حتى الأخ اللي كان معنا موجود قال لك ويشرح لك، وأنت مسوي فيها مثل الحمار دعما، ما تدري والله وين رايح. إرهابي سوف أخذ بيته. طيب خلاص، أنا حمار زي ما وصفتني، ولكن بالعقل الآن، حكمني بالعقل، أعطيني بعقلك. أنا في المنطق، السعودية الآن دخلت عليه وقالت له أخرج، وحاولت، ليش ما مسكتها طال عمرك واعتقلتها؟ زي الناس هذين نشوفهم هدد يهدون بيوتهم مثلا اللي في أي مناطق أخرى، وهدوا بيته وطلع برا وصاح وصيح. المقاطع عندك موجودة، جاوبك على الأسئلة كلها كامل. رجل رافض يطلع، ما هو طالع من بيته، بيهدون بيته غصب، معه صك فيه ومعه كل حاجة، وتحاور معهم والضباط، وقال أنا قال ناس أنا هذا بيتي وأنا طالع منه، ما هو بالقوة، ما هو طلعونك بالقوة. يمون يا صلعة، هو كيف هو تحت ظل الدولة، دولة حاميته وحامية أرضه وحامية المناطق كلها. رجال اللي حاميها ترمب يا رجال، قال أسبوع والله لا أطيرك، ما كريسي يدفع له مليارات، اترك عن الأخلاط الله. والعسكر هذول المساكين اللي في كل مكان موجودين، حماية مين هذا؟ مو حماية الدولة وحمايتك؟ كلها مساكين ظلمة مع الظالم، مع فرعون. العسكر مع الظالم، فرعون وجنوده، تسمع فرعون وجنوده كلهم في النار. ايش سوى فرعون؟ طيب اصلح في الارض ولا افسد في الارض؟ خلاص شوف حكومتك تصلح ما تفسد. لا والله فاسدين، هذا الحق ينقال، والله انا فاسدين. ايش الصوره هذه يا كذا؟ كيف يا صعود؟ بس عشان التعليقات، يقول شوف الكومنت. ما اشوف شيء بالكومنت. يقول لي غير الصوره عشان التعليقات تكون واضحه. بس اي بس حط صوره زي الناس، تلفق هذا، هذا تلفيق. هذا جوال جديد، جوال جديد، ملفق يا اي كي، انت ملفق الان، زي علمتك، زي ما اللي الرجال اللي يتكلم معاك وتدخل عليها اصوات. شوف شوف، لا ما هو ملفق ولا شيء، شبهته بذلك. انا عندي صور حق مزز، وعندي صور حق بن سلمان. لا صوره مزه يا اخي، حط صوره مزه عادي. والله نعم نعم، نتمتع كذا كذا، مبسوط. هذا ايوه كذا تمام، الضباحي ايوه، الفيروزي هذا ممتاز. المهم فين كنا؟ تعجبك انت الصوره ذي؟ ها لحم ابيض والله، هذا لحم غربي. الحين الشقر هذول كيف يعني؟ والله ما جربت صراحه، ما اكذب عليك، الشقره ما جربت شقره مره واحده كده. والله واحد قال لي لا تقرب منهم، والله يقولوا كلها خناز، كلها روائحهم كريهه. لا بالعكس يا اخي، حط صوره ابو كشا، ابو كشا بيزعل صقر. ها ابو كيش يبين الصوره ذيك اللي
انا بس يعني تقديرا عشان ابى اسمع صهود 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 مالك منه قال رسول الفاجرات حرام. هو شوف يعني هم هذا خلق الله جميل يعني سبحان الله. الله جميل يحب الجمال. تعال تفضل. الله جميل يحب كل شيء جميل وليس كذلك يا جماعة. هلا فيك اي كي. ترى صورة ابو كوشة هذيك اعبر هي والله يا شيخ. وتمتع وتمتع على وتمتع الناظرين. ليش ما تحط صوره؟ طيب ليش ما تجيب الانسان زي ما هو تحط له صوره؟ ليش شكل صقري بيحل الراتب خلاص. هذا انا اتفهم. لحظه هذا لا غالب الا الله. هذا نعم. مسوي فيه لا غالب الا الله مسوي فيها متدين. لا ماني متدين انا بس اني اخاف ربي. اي تخاف الله تلفق له الصوره. ايوه ليه عادي سواها خلقة الله يا اخي. خلقة الله عاد الله خالقه في الشكيل. انا شو اسوي له؟ تحط له كذا وتلفقوا له وتحطوا له علامه. كل تلفيق هذا تزوير. لا مو تزوير هو والله الله خلقه. ايه بس حط اي كي الصوره علشان ندقق. خافك من الله؟ شنو خاف من الله؟ بيزعل. انت الحين اطلع انت طالع. لا خليه ما يخالف. انا اتكلم معك الان وادخل عليك اصوات بنات واصوات كذا كذا. شو تسميه هذا؟ انا توني دخلت. انا ترى طلع جاني اتصال وكلم. انا اقول لك الان لو دخلت الان ودخل عليك واحد وسوى لك اصوات وقال ان فيك وما فيك وما يخطيك. والله ما ادري انت. انا ما ادري عنك لكن انا ما عيب عليك. انت رجال مسلم تخاف الله تقول لي تلفقون صور. الفق صور منهم. صور والله هذا مهرجان البكيني فيه خير كثير. هذا تدري ان في بكيني صار مهرجان البكيني موجود في إيه؟ ارض الحرمين ارض إيه؟ المبروكه تحت ناظري ابو كوشه تكتموا. ايوه إيه ابو كوشه مشرف على البكيني. سبحان الله. ترى الصور هذه تحضر البث يقول لك لا تحضر بثك. اه والله انها تستاهل بس يلا دقيقه حط ابو كوشه. لا لا هذا اسمع الصوره هذه ما تحضر بثك. من قال لك تحضر بثك؟ تحضر البث تحضر يعني أسوأ لكن فقط. لا تحضر البث لأن يحسبونها على أنها خارجة للأدب ومش عارف إيش من السوالف هذه. أجل وش يسوون بهذه؟ هذه تحضرني أنا بس. هذه أنا يعني أخذتها من شخص مشهور يعني هذا صورها بابليك. بس يلا الحين بس يا هذا أنت يا إيكي. هذه عيال فخذه. اوه ماي جاد. طب عندي صوره حلوه هذه. ها والتعليق. انت وين عايش يا هذا؟ عايش في البلد يا غالب؟ من قال وشو؟ ما سمعت. لست مضطر. ما سمعتك. ما ادري ايش قلت يا غالب بس. يعني انت وين عايش يا صقر؟ الوضع الامني غير مضطر انك ترد. اذا حبيتم لكم الحق انكم. لا اقصد وين عايش. هو وين عايش؟ في البلد هنا ولا برا البلد؟ أنا كنت بالبلد وطلعت. الحين صار لي 10 سنوات برا. شفت كلهم اللي برا مساكين يغسلوا صحون ويقول لك طالع لي. أسمع المسكين هذا طالع لي مثلا من أحد القرى الموجودة في المملكة العربية السعودية وراح برا وشاف الانفتاح انهبل. ليش ما يكون عندنا كذا وليش ما يكون كذا وكذا وكذا ويطالبون. صقر ذاك المسكين طلع. اسمع يا صقر. أسأل الله لك الهداية إن شاء الله. زين عاجلا غير عاجلا يهديك إن شاء الله بسرعة إن شاء الله. زين يهدينا التقوى والحب الوطن. لا يهديك للصلاح. شوف ما في شيء اسمه حب وطن. ما في شيء اسمه حب وطن. حلو. هذه كذبة وخدعة. زين وين عايش؟ لو بكابل. ليش مالي الكابل الآن؟ أنا في نيو الآن. أسمع اسمع الدولة اللي انت فيها الان جاء عليها مشكله. وين تروح وطنك ولا تروح دوله اخرى كمان؟ ارض الله وسيعه. والله ارض الله وسيعه ولكن ملامحك وشكلك يهيئ انك ايش من جزيره عربيه مره. اسمع يشوفونك برا هناك جاي تبغاك تسكن عندهم. وش عندك هنا؟ عندك هنا 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 صقر يعني انت في الشارع
صاحب الشركة، ما عنده بيت، كل واحد انت ما تعرف من مين تتعامل مع الناس. يعني هنا ما يقول وش عندك هنا يا لا، هذا بس في السعودية. في السعودية انا اي عنده هو، عنده هو، عنده هو، مو عنده مو عنده الغ... إيه؟ رجال حتى برا والله لو ضيق الاسمع والله العظيم، مثلا تروح للدولة فيها حروب ولا دولة يصير فيها نكاد على طول، اقسم بالله لا تشوف الانياب تكشر يا رجال، الانياب تكشر كثيرة عنده والله ما في تكشير ولا شيء. اسمع شوف، اسمع لو اول ما تخش عندك هذا ويعلنون سقوط الدولة على طول تشوف ان الناس يتقاتلون بعضهم في بعض، زي ما صار في العراق وصار في سوريا وصار في اليمن. يسألك الرجل الحر، خلاص شفتك ولا لا؟ شوف موظف، هو موظف، موظف يا اكي هذا رجال امس، هو هذاك الشايب الخرفان. زين انا بسالك سؤال، انا بسالك سؤال، مستشهد اترك عنك، اترك عنك الرجال. هلا لا جد جد والله جد جد صحيح ترى، انا عندي تساؤل غريب عجيب. مستشهد الحين اذا مناضل واني اعرف كيف اتصرف اذا هو صادق أبكي. اذا عند الواحد حميه مثلا على الدين، ايوه اول واحد يروح للجهاد. طيب اسمع اسمع يا ابو حميه على الدين، مخلينها لك الحميه على الدين. اسمع اسمع، ابي اعرف شغله، ابي اعرف شغله، ممكن سؤال تصدقني القول فيه؟ الان قتلوا في سوريا، ايش الاسباب اللي خلاهم يسوون عمليات انتحاريه في سوريا؟ كان في فتنه حدثار يعني جنب اسرائيل. سوريا جنب اسرائيل، ترى اسرائيل اكلت منها. وهذا الغبي، هذا كينج، هذا الغبي. لا لا شوف الرجال ما غلط عليك ولا سبك ولا شيء. اسمع اسمع بعلمك، انا اقول لك بالصراحه يا اخي في ناس اغبياء ما يفهم. زين انا ممكن سؤال الحين بسالك سؤال، يعني فضلا ليس امرا، اذا ممكن تجاوب. ياسر تفضل. انا كم راتب؟ عجبني الرجل اللي اذا يسال ويسولف كلام طيب طيب. زين كم راتبك؟ راتبي ما املك ولا راتب بالله عليك. نعم سألتك بالله أنا يا رجل. نعم نعم ما أملك راتب. طيب أنا راتبي 18. الله يزيدك. لا مو عاجبني. مو عاجبك؟ إيه لا مو عاجبني. السبب يا أخي ولا تدور على شيء فوق؟ يعني انا استحق الراتب اللي استحق راتب اكثر من راتب ابو كوشه. طيب انت تستحق الراتب هذا؟ وش عندك حتى تستحق؟ وش عندك يعني من تكليف؟ وش عندك من علم؟ وش عندي؟ وش دعوه عاد هو عنده علم هالحين؟ وش دعوه عاد ابوه عنده علم هالحين؟ هم ما يعرفون حتى يقرؤون ما يعرفون. حكم الارض. انت لو في شوف شوف بقول لك شغله، عاده جدك ليش ما حكم زيهم؟ لا جدي حكم في الحجاز، حكم في وسط، حكم في الحجاز لولا الانجليز. زين لولا الغرب. حلو ترجعوا لسافه اي. اسمع اسمع اسمع، اسياد يعني اللي تتكلم عنهم تقولهم يعني حكام زين، وهذول ملوك وحكموا الارض زين. الله امتحنا، الله يختبر عباده زين، حط الاشكال الودرة هذه عليهم، خلى عليهم سلطان، حكمة من رب العالمين سبحانه، حكمة من رب العالمين. ولكن زين يعني بما انك انت جدك ما جدك تستلم. ليش ما حكم؟ انا اسالك الان جدك ليش ما حكم؟ ليش ما حكم عبد العزيز وحكم؟ جدي رفض 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 قبول الانجليز، رفض قبول الانجليز في المجتمع. ما علينا الحين، خلنا من خلك من جدي. جدي لا عبد العزيز ولا غيره يبي يلحق ملاحقه. حلو. ايه ليش ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ ليش تضحك الحين السؤال هنا؟ بما لا 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 لا، بما انك انت ما تستلم راتب، بما انك ما تستلم راتب، لماذا الملك عبد العزيز والله العظيم لو ممكن ما كان القبائل اللي حوله زوجوه بناتهم، اعطوه هدايا بنات حريم خذوا يلا كل القبائل اهدوه نسوان. تؤمن بالله؟
أنت تؤمن بالله، أنت تؤمن بالله، تؤمن بالله يا صقر، تؤمن بالله أقول لك. نعم نعم تفضل. حنا ما احنا رد صهود البلوطي به والله انه احنا ما احنا مرتزقه، اذا احنا ما نتشرف ناخذ منه نعطيه بالله عليك، يعني واحد انا ما اتشرف اخذ منه اعطيه؟ لا ما علينا اقول لي انت من اي قبيله ومتزوج ملك عبد العزيز من نفس القبائل؟ كل القبائل اللي هذا زوجوه اقسم اقسم بالله ثم اقسم بالله انه ما تزوج من قبيلتنا ولا يتشرفون فيه. انا اقسمت لك قسم. لا تهلب بالله، تهلب بالله. انا شوف والله لو والله الا ناسبهم، ما خلى قبيله الا ناسبهم. اقول يعني انا بتذب، انا بتذب، يعني انت متخيل اني اقول والله كذا؟ احنا عارفين عارفين ملك، انت متخيل اني انا اقول والله كذا؟ يزوجونه اول ما جاء ملك عبد العزيز خذ تزوج. ها انت مزوج زوجتوه؟ انت انت مزوجتوه؟ انت مزوجتوه؟ كل مكان زوجوه ما شاء الله. انا اسالك انت 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 قبيلتك زوجته؟ كل القبائل اقول لك زوجوه. الحين انا ما لي شغل بالقبائل، اتكلم عن نفسك. خلك انت سفير، انت سفير قبيلتك، قبيلتك زوجته. انا اقول لك القبائل، انا رجل. طيب. اول شيء اول شيء انا ماني قبلي، انا حضري ماني قبلي اول شيء. طيب يا يا حضري اتكلم عن حقيقه. اقول يا حضري يا حضري كل القبائل. من وين من وين من وين حضري من وين يا اخي؟ حضري انا حضري متمدن. طيب وين متمدن؟ وين وين؟ في الغربيه. ليش ما تزوج منك؟ اقول لك انا ليش ما تزوج؟ حضري حضري انت ما تفهم ايش حضري. كل يعني كل القبائل اعطوه بنت، في بعض القبائل اعطوه بنتين كذا من كثر ما يحبونه. ما ادري هو اذا هو اهله يعطون، احنا اهلنا ما يعطون والله. يزوجونه اعطوه اثنين يا اخي. ترى ما اعطيه كذا زواج، زواج على سنه الله ورسوله. ما هو لا لا انت انت لا لا ما هي سبيه، هي ما هي سبيه الشغله. زوجته شوف شوف. محبه به يعني. الان كل الكلام شوف الفاضح. انت 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 الحين انت الحين توهكت زين. انت الحين توهت. انا اسالك سؤال، ليش ما زوجتوه؟ ليش ما زوجتوه على سنه الله ورسوله؟ حضري حضري يا اخي. شنو انت مالك اصل يعني مثلا يا اخي؟ حضري انت ما تعرف ايش معنى حضري؟ لا ما اعرف شنو معنى حضري. هذا اللي في منتخب مصر. احنا عايشين في المدن، احنا عايشين في المدن، ما انا عايشين في الباديه مثلكم. حارس المرمى. طيب انا عايش مدينه، يعني انا عايش مدينه، انا حضري انا هذه. انت الان تحضرت، الان انت تحضرت، انتم كنتوا قبائل يا يا عايشه في الباديه. يوم جاك الملك عبد العزيز وانت في الباديه. انت انت يعني ما ادري يعني انت منين، يعني منين منين يدخل الكلام براسك؟ انا اقول لك انا عائلتي متحضره من قبل عبد العزيز لا يسكن اهله بيوت قبل لا يتمدنون. وين الحضاره؟ وين الحضاره؟ طيب وين شو وش وين الحضاره؟ وش وين الحضاره؟ انت انت وين حضاره في عهد عبد العزيز؟ وين كانت الحضاره يا جماعه؟ هذا وش المدن كان فيها الحضاره؟ انا الحين اقول له يمين يقول لي يسار. أبقى أنا أقول لك أنت أنت ليش من تراضي تستوعب؟ أنا أقول لك أهلي في الحجاز ونزلوا وسط نجد وانتقلوا بعدين من نجد، يعني كانوا من الأشراف. من الأشراف أنت؟ من خزاعة؟ وبعد؟ قول. وبعد؟ بني مالك. وبعد؟ ثقيف. طيب الحين السؤال يعني السؤال الجوهري، انت تبي تنسبني لقبيله، انت ليش ما تنسب نفسك؟ انت قول لي انا من العائله الفلانيه. حضري انا حضري من ماني قابلي يا اخي. كل الناس يسالوني يقولوا ايش انت يا صقر الجزيره، اقول لهم انا رجال حضري ماني قابلي. ليش مسمي نفسك صقر؟ وصقر صفه لاهل الباديه. صقر يا اخي يعني صقر بس لاهل الباديه؟ اي لان اهل المدن ما يعرفون صقر. من هو صقر الجزيره؟ طيب من هو صقر الجزيره؟ مو ملك عبد العزيز؟ لا فخر. لا 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 من هو؟ طيب صقر الجزيره. والله صقور الجزيره واجد، لكن ما هو هو ما هو هو. من هو؟ طيب اذكر لي واجد. والله القبائل اللي فيها خير، كل القبائل فيها خير، مو بس القبائل، حتى الحاضره فيها خير. لكن انا يعني ما ظنتي يعني التخصيص هذا لا يعنيك، لانك انت ما نسبت نفسك لا لمدينه معينه. اقول لك انا حضري يا اخي. أدري وين 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 حضري؟ وين مكانه؟ وين وين مدينتكم؟ جدة. في جدة، في جدة. احنا من حضران جدة.
من حق الثاني بحر. والثالث طرش يعني طرش ولا غير طرش مو شغلك بس احنا حضر ما ادري والله ما ادري انا ما ادري يعني ها عندك مشكله مع الحضر في قسم ما في حضر قسمان لا والله ما عندي مشكله ما لا لا انا اشوف شوف بقول لك شغله انا ماني مثلك اصنف الناس هذا بدوي وهذا حضري وهذا يا مش... اخي هذا التصنيف موجوده يعني اهل الباديه ليش يقولون اهل الباديه كان زمان يقول العرابي العرابي منين جاي من الباديه لا لا الاعراب الاعراب شوف يعني حتى انت الحين تبدا تخبط التفصيل بما انك انت الحين والله ما ادري المهم زوجتوه عبد العزيز ولا لا اعطيتوه مره ولا لا 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 احنا حضر ما زوجنا ملك عبد العزيز ولا لنا الشرف ان نزوجه صراحه لك الشرف ولا ما يتزوج منكم لاسباب اخرى ليش ما ادري يعني عشان احنا حضر يعني لا عادي يعني احنا نتزوج من حضر طيب إيه بس يعني بما انك انت الحين لنا الشرف لنا الشرف ان نزوج عادي ترى الزواج للملك ما هو اخذها سبيه هي لا والله شوف شوف انت شوف شوف. تحصل لك اسمع تحصل لك رجل كذا لها قامه وتحبه في الله وزوجته بنتك احد يلومك اشتريت رجال صح ولا لا لا ها لانك انت طمعان فيه انت من داش وحب انت زوجت يا اخي رجال رجل عجبك يا رجل رجل ما شاء الله من هو اللي عجبك من هو اللي عجبك تعرف بيرسي كوكس انت تعرف بيرسي كوكس تعرف جون فيليبي لولا الله ثم الاشكال هذه كان ما صار حاكم كان تلقاها الحين حمال بالبصره حمال بالبصره آل سعود قبل ما يجون هذا الدوله السعوديه الاولى والسعوديه ترى كذب الثانيه ترى كذب ترى كذب كذب تخيل ترى ثلاث دول قامت اسمع ثلاث دول ما في ما في الدوله السعوديه الاولى كذ غاب ما في يا رجل يا رجل ما في ما في وين انتم انتم وين كنتم يوم غارت في العراق واسترجعت وين انت ما تقرا التاريخ انت هو وين ساكن وين 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 صارت وين بنيت من نجد صار من وين بنجد وين بنجد وين بنجد وين بنجد اي وين بنجد حدد اي منطقه بنجد نجد هضبه كبيره وين آل سعود وين كانوا ما كانوا في الدرعيه لا كانوا انا اللي اعرفه انهم من يهود البصره شوف أيوة. والله شوف والله لا لا والله شوف شوف طيب شوف. شوف شوف. لا 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 دقيقة اسمعني 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 خلنا بقول لك حاجة عليكم السلام ورحمة الله اسمعني انت خلني اتكلم انت قلت لي ضربت بنسبهم انا البينة على من ادعى طيب انا ادعيت اسمعني للآخر هم اول من انتسبوا لقبيلة عنزة وطلع واحد عنزي وقال غير صحيح هذول لا هم من قريب لا لنا علاقه فيهم محمد بن سلمان انت ليش متراضي محمد بن سلمان قال انا ماني من عنزه طيب اسمعني للاخر عطني من حلمك شوي زين قال احنا من قبيله عنزه وردوا عليه عنزه وقالوا لا انت من قبيلتنا ولا شيء احنا نذكر رجل جاء من البصره يهودي تاجر قماش ودخل هذا 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 عبد العزيز قاله خالد الفيصل زين نسب نفسه الى الاشراف فيصل بن عبد العزيز بن ابي سباد قال حنا من الاشراف من آل البيت طلعوا آل البيت قالوا استريح لا انت مننا ولا قالها الله طيب الحين راح البني حنيفة كما يدعي والادعاء ما هو نفي ولكن البينة على من ادعى طيب يعني اثبت انت كما تدعي بني حنيفة ما اعرف انا احد من بني حنيفة ولكن هذا ما ايوه قالوا هم احنا من بكر بن وائل بعدين توهقوا قالوا لا من بني حنيفة وكل يوم لهم يعني نسب جديد هم اللي حطوا الشبهة مو انا اللي جبت الشبهة عليهم انت فاهم قصدي يعني الحين مثلا انا اقول لك شنو اصلك تقول لي انا مالي اصل باكر تطلع لي تقول لي انا شمري ولا انا عنزي ولا انا مطيري ولا انا قطان ولا انا اعتاد مثلا نفسي ليش مثلا 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 فاقد الشيء لا يعطيه مثلا احنا نقول زين لانه بحكم وضعه في 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 الجسد افصح ايش معنى فاقد الشيء لا يعطيه هذه يعني هذه كلام مجرد كلام حشو للكلام زين فتجي انت باكر وتقول انا قبلي تقول انا قبلي
أنا من القبيلة الفلانية وأنا أعرف أنك تقول أنا مالي أصل، شو أقول؟ أقول لا قبلي؟ أقول الرجال هو بناء على كلامه، على ادعائك أنت أنك تقول أنا ما عندي أصل. أنا الحين قلت لك ما عندي أصل ولا قلت لك أنا حضري؟ لا أنت قلت لي ما عندي أصل، أنا سألتك منين زين، تقول لي لا أنا مدني. أنا قلت لك ما عندي أصل ولا قلت لك أنا حضري؟ طيب أنت وش أصلك؟ حضري. ما عندك أصل، حضري شنو؟ حضري ترجع لوين؟ يعني أنت عندك أصل يا القبلي؟ إيه لأن حنا يعني معروفين، يعني أنا عائلة فلانة. مش معروف، معروف إيش؟ معروف حسبا ونسبا. أيوة، وش نسبك وش حسبك؟ نسبي يعني معروف، نسبي مش حسب ونسب، كيف أعرف؟ إذا جيت بتزوج منك هذيك الساعة راح أفصح لك أنا منين ومن أين وشنو حسبي وشنو نسبي، لكن أنا ماني متزوج منك فما له داعي إني أقول لك شنو حسب. يعني ونسبك. أنت الآن لكن أتجاوز هالنقطة. أنت حسب ونسب، أنت كيف تثبت إنك أنت من القبيلة فلانية مثلاً؟ يعني إيش الحسب والنسب اللي حقك كذا المديد هذا؟ ما شاء الله تبارك الله. وش يعني؟ وش جاب؟ وش حط؟ وش سويته يعني؟ وش قدمته؟ الحين اترك عنك حسبي ونسبي، أنت وش أصلك؟ أنت تحت ظلمين الآن، أبفهم أنت تحت ظلمين أنت الآن. انا ما انا اضل على الناس، ما حد يضل علي. طيب انا تعتذر لله اول شيء، تعتذر لي ربع جماعتك تحضر لك، تعتذر لي انا. انا تعتذر لي انا من امراء الحكومه. لا من امراء القبائل انا، بس انا مالي عندهم. انا من امراء القبائل. خير يا طير، انت تحضر لي الحكومه والله لو كنت امير مدري من. ايه تظل تحت حكم الحكومه، تظل تحت حكم مال سعود. لا تخش انت وياهم، انا ماني تحت ظلهم، انا ماني عندهم، انا ماني عندهم يا رجل. إيه إذا أنا... بالغصب بالسيف اخذها بالسيف. لا ما خ... لا لا ما... لولا المدفع البريطاني ما حقها مو بالسيف ولا السيف. حق الحق لا تحق الحق انت رجال. حق الحق والله اني حق الحق والله. اي حق والله أني... الحين المملكه العربيه السعوديه ظل على كل القبائل اللي فيها. يا اخي خلنا الحين خلنا من ابي اتكلم عن اصلك انت. يعني انت ما عندك اصل بس مدني، اصلك مدني. انا حضري احنا من القبائل الحضريه. طيب ما عندكم انتماء لسلسله يعني مثلا من عندنا انتماء للعائله؟ يعني احنا ما عندنا انتماء للقبيله، يعني احنا انتماءنا للعائله. طيب العائله هذه منين طلعت؟ نبته يعني زرعته؟ قوقعه؟ شنو؟ اي موجودين في جدة من الازل. طيب من الازل؟ نعم. مش ديناصور شنو؟ اي من الازل يعني من ذو القدم قبل الحكم السعودي. زين طيب واحنا موجودين في جدة. هني هالسؤال، انت عدناني ولا قحطاني؟ ما ادري انا عدناني قحطاني، ما نعرف الاشياء هذه. احنا نعرف ان طيب. زين طيب بما انك لا تعلم انك عدناني او قحطاني فاصمها واسكت واترك عنك القبائل. ليش اصمها؟ لانك انت الحين تجي الواحد، انا ما اقول لك فاقد الشيء لا يعطي، انت تهاجم القبائل وزوجوا وهم قبائل. حقيقه يا رجل والله حقيقه هذا مو عيب. مو كلهم ادري مو كلهم الاغلب القبائل. طيب خلاص لا مو كلهم في... اغلبهم زوجوه. لا مو كلهم. لا ما تحق الحق. أحق الحق بمنه؟ منه خذ من منه؟ من أي القبائل خذها؟ سم لي القبائل اللي خذها منها. من كل سم القبائل. محمد بن سلمان ناس أمه مش أمه. إي والله لولا الله ثم الإنجليز سلحوه. طيب لحظة كان بالحثيين قاصين شحمته. أسمع بالحثيين وشو طيب؟ من هو؟ بالحثيين نبي عبد العزيز يترك عنك عياله. انت تقول عبد العزيز خذ من القبائل، منو خذ؟ عبد العزيز الان تزوج مثلا كذا الان الملك. اي منو اللي تزوجها؟ نسمه اللي تزوج من كل القبائل. من منو من القبائل انت الحين انت ادعيت شيء، عطنا بينتك. تزوج من كل القبائل. مو عبد من القبائل اللي تزوجت؟ نسمه اللي. طيب الملك عبد الله خواله وشهم؟ خواله وشو؟ انت تقول خواله؟ لا ما ادري، انا ما ادري، ماني سارح بهله، انا ما ادري عن خواله شنو خشد. انا ما اعرفه هو علشان اعرف خواله. ما تعرف الملك عبد العزيز؟ منو عبد العزيز؟ منين هم؟
مش يرجعون يعني انت الان انت الان مش يرجعون هم منين هم منين يرجعون هالدوله انت متعلم في هالدوله ودارس في هالدوله وتحضل آل سعود وخرجت من هالدوله والان يوم رحت برا في امريكا تبغى تجحد فضل الدوله عليك وعلى قبيلتك لا فضلي انا فضلي عليهم مو هم متفضلين علي انت زي ابن عرير هذاك الكويتي يقول حنا الفضل لنا ايه الفضل لنا لا 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 اللي بالارض ملكنا يعني قبل لا يجي هو هي ارضنا طيب ليش ما حميت ارضك وش حميت ارض الانجليز معاه لو انها الحاله قصش حمته طيب ليش ما جبت انت كمان انجليز زيه لا انا ما جي انا ما اظاهر يعني الكفر. ضحك عليكم لا ما اظاهر الكفر مظاهره الكافر كفر انت الان كيف تقول لي شنو كيف اقول لك انت امير وجاك انت انت مسلم انت انت مسلم اي مسلم الحمد لله طيب انت تسمع مظاهره الكافر ايوه شنو مظاهره الكافر ايش معناها انت الان تقول يا عبد العزيز جاهم على لا حول ولا قوه الا بالله انجليز جابوه يعني انجليز طيب الدوله السعوديه الاولى إيه؟ وين كانت انت انت انت, انت تعرف شنو معناه الدوله السعوديه الاولى انت فاهم قصدك وفاهم أيوة الكلام أيوة نعم نعم شنو الدوله السعوديه الاولى وين صايره الدوله السعوديه وين حدودها الدرعية وين مكانها وين نفوذها الظاهر خلص شفته تقوا عليه ادري يا عبد المجيد ادري بس بشوف هذا اللي يتكلم انا ادري يعني عارف بس انا ابيه هو يتكلم ودي اعرف يعني هو اذا يتكلم يعني بناء على معلومه عنده واثق منها ما يتكلم بالهافي يعني هو يقول طلع والله للاسف هرب انا اسف لجيتكم شوي لا هو تافه انسان تافه اساله منين انت يقول انا ما عندي اصل بعدين قال لا انا لي اصل بس اني مدني وهو والله مهما انا ما 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 ماني سفير لحد لكن هو يقول هلا يا شيخ صعدتني ترى ما ما
سام الله يح... ما سمعتك والله صوتك بعيد شوي. انا افعل حبه شغل ولكن كنت موجود ما سمعت ما كنت سامعكم فجاه كلكم نزلتوا كذا فبيت بيتكم على الله يحفظك الله يسلمك الله يحفظك. جاك وطنجي طلع لا تقوم خذ بعطيك اشراف. ما يطلعون ما يطلعون حتى لو 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 تندهم ما يطلعون. انا احب اني بس احب يطلعون. حط صوره ابو كوشه هذاك وهم يجون. كان يزعل كان يقول لي لا اغير الصوره عشان يعرف اتناقش معك. لا غازك حط صورته هو ما زعل كثر الزعل اللي حاط صوره ابو كوشه. حتى الدوله ما بررت يا اخي. تعرف الدوله وش صار اللايف؟ الدولة تقصد انها ما تبرر كذا وتخلي الذباب هو بس يتكلم. تقصد هذا الشيء عشان اذا صار وقت المحاسبة تقول ما دخل صقر. من صقر هذا؟ ايه في موضوع خاشقجي انا الصوت مسوي صوت انا حاطه في الشاحن كذا والله ما ادري تسمعني. جوال ثاني دقيقه. كيف حركات حلوة هذا فقط من أجل الترطيب لكي نرطب الأجواء. عرفت الناس مساكين حالتها حالة حروب وبتاع خلنا نلطف الأجواء عليهم مساكين يرطبون قليلا من باب الترطيب. لا بأس لا بأس البكيني حلال فيه خير كثير. صح الأستاذ يقول علماء فعلماء انا خلاص قالوا حلال حلال والله. صح يجي منها صح. يم ما شاء الله يمي يمي. احد بلغ يعني لازم تبلغ يعني لازم تخرب يعني الحشاء الحلوة. ترى عادي يعني شخص مشهور اصلا هذا صورتها بابليك يعني ماني جبتها من قالك نودي دي قال مكوى عادي تروح البيت تشوف زي خلهم يشوفون عشان بس يعني عشان الناس يعني الناس الآن أكثر شيء مزعلها يقول لك رقاصة. يا أخي خلك من رقاصة مكة مدينة محتلة. رقاصة خليها رقص يا أخي. المرأة تلبس المرأة تسوي أسحط عليه ريستريكشن مبسوط مسوي هيئة الأمر بالمعروف علينا. الآن أنا خلها لأنها تثير الكونفرسيشن يعني بعدين شيء حلو يعني شيء جميل يتفرج عليه. إحنا للأسف ما نشوف إلا المأساة والصواريخ والدماء ويقول لك شيء وصلنا. شوف خلينا ننظر إلى أشياء حلوة يمكن وضعنا يتحسن. صح؟ وصراحة يجي منها كمان يعني ما أكذب عليك أنا خقيت. هذه واحدة مشهورة في السناب كذا تطلع دائما. كيف انا اليد ابي امسك ايوه سوي تمسك صديق سوي انا في لمسة سوسة مشكلة هذا النفر انت في مشكلة سوسة. حياكم تفضلوا قستات عندي شغل هنا لكن جالس زين مناظر حلوة. ايش تبيني احط صواريخ وناس تبكي خلاص زيتها
سنة كاملة وأنا تعبان يا أخي نفسياً، أريد أن أنظر إلى الأشياء الجميلة، الخواجات مبسوطين، الواحد في إسرائيل مبسوط يطلع يتكلم ويقدح من رأسه ويسبنا، ونحن ما قادرين حتى ندعي عليه دعوة، ما قادرين ندعي عليه، هذا كلام؟ يطلع ينبسط يرقص ويرجع ويسبنا، نحن ولا دين ولا دنيا، يا أخي على الأقل أعطني الدنيا يا أخي. ولا كيف؟ تفضل يا صقر تفضل. ما صقر ها؟ شوف ايوه ايوه خلاص بدل ما حسيت الشعور ابدا. لا غير الصوره ابى احرجك. اي اوكي وين راح الرجال؟ معليش الجوال طفي عندي. والله ما ادري فجاه كلكم نزلتوا وانا كنت شغال شويه يعني. ف انا ما كنت سامعكم يعني لكن هذه نفس الشخص. يو انا اموت على هذا اللي مكتوب فيكتوريا سيكريت. او ماي جاد تلاحظ البكيني نوعه فيكتوريا سيكريت. او ماي جاد هذا النوع يجنن جنون. اوف هذا بينشق يا جماعه انه خطر كثير. هذا لو انسق مشكلة والله. انت هذا ايش الدائرة محط لها دائرة ذي ليش؟ هي تقول انه اوبس كان حينفك ها 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 هذا لو انفك مصيبة. او ما قاعد قاعد يعني توريك يعني انت انتبه هنا كان حينفك. Live restricted for some audiences. يقول لك نودي ان بادي اكسبوجر. يعني زعلتوا على البكيني يا اخي؟ بكيني حلال ما لا باس. ليش يقول لا باس؟ فيه خير كثير. حرام يعني اعداء الفرح والسعاده ما يحبون يشوفنا نترفه صحيح. ها هم اللي هو سمو سيدي يريد لنا الترفيه. عرفت؟ يبون يخربون. إرهابيون. ليش تبلغوا عني؟ اللهم احفظ البكيني من شر الإخوان. والله رجال طيب شو. الإخوان مشكلة يا أخي خربوا علينا البكيني وحركات. ليش يا إخوان؟ ما تستحون؟ حلال والله. الإخوان المسلمين هذول يخربون علينا المتعة. اللهم احفظ البكيني من شر الإخوان. شوف ايش كل يوم يسوي الإخوان المسلمين. كان بينفك يرضيكم كذا يا إخوان المسلمين؟ يرضيكم هذا الشيء يا جماعة؟ هل هذا يجوز؟ بلا شك. اي والله شت شايف حتى حاطة على سيركل تقول لك كان بينفك. اللهم احفظها من شر الاخوان المسلمين. المشكلة يقول لك بيحضرون. انا لو حضروني بسوي ابيل لان هذا شيء يعني عبد المجيد كأنه حطيت فيلم سكس. لا هذا شخص بوبليك شخص مشهورة. دايم نيجا اي نو برو. يعني شخص مشهورة حاطط صورها هذا عادي يعني في انستغرام في تيك توك. عندها تيك توك ترى. تبون حسابها؟ يعني شخص مشهور. انا ما حط يتكلموا كذا كأنه حطيت صورة كسة مثلا. لا يا اخي هذا حرام. ما
مجرد صورة عادية يعني، هي خليعة بالنسبة لعرب المسلمين لا شك، أتفق معك. لكن يا أخي أنا أريد لهم الفرحة يا أخي، أريد لهم الترفيه. سمو سيدي يقول لازم نترفع، شايف تقول لك جود نايت، تبيني أخليك تنوم كذا بدون جود نايت؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ هذه ما فيها شيء، تحداك تسوي بلاغ. وش فيها هذه؟ رجل بس، وش مثيرة الرجل هذا؟ جماعة خلينا خلها، أنا أبيها تكون جالسة ليش؟ عشان الناس تشوف وتتحدث في مواضيع مهمة، بدل ما نقعد حياتنا كلها المرأة صوت الرقص. خليك من الرقص، مكة والمدينة تم احتلالها، يجي يقول لك الرقص، لا ما في رقص، انظر إليها. اي والله صح، اي والله. هذه اسمها لينزور، كذا اكتب اسمها في هذا يطلع لك لينزور، مشهورة بعد عليها رجول. كل ما افتح السناب كذا اكون زعلان، اقول خلاص كذا مشاهير. على العموم from where، والله اعتقد ان السويد، سويدن يوروبيان، تعرف انا خقون على هذا الشيء، يوروبيان. واو، هنا نورث امريكا يشوف الاوروبيان شيء ثاني، وكلهم بيض لكن بيختلفون عليهم. شوف الرجل ذي بالله، كأنها كنتاكي. أيوة لقيت لك الصورة الحلوة، هذي كان مزعلتهم أبوك وش. أيوة لنزور، طب هذي حلوة، هذي أميرة المؤمنين مايا خليفة اللي دافعت عن فلسطين أمام الشيخ من هيئة كبار العلماء، جاي هاجمها وهو كان يدافع عن إسرائيل. والله العظيم تخيل مية خليفة تقول كلمة الحق، وهذاك الشيخ العالم يحاول يخرب عليها، يقول لا إسرائيل ذكرت في القرآن. الله يلعنك، هذه أميرة المؤمنين، هذه خدمت الإسلام والمسلمين أكثر من خدمتك وانت في تمارس العادة السرية، وخدمتك تدافع عن حقوقك. المفروض نعطيها شكر بدل ما نقعد شكرا ما يا خليفة، حفظك الله ورعاك. قول شكرا يا عيال، قول شكرا عشان لا نكون جاحدين يعني. يلا بشركم تخفيضات على الخمور وداره، اللهم احفظ اسرائيل وشعبها من شر الارهاب. نعم هذه الرؤية يا جماعة، ولا كيف؟ استمتعوا بالوناسة والفرفشة بموسم الرياض، والله غفور رحيم. هذا حلو، هذا تبون مزز ولا تبلغون؟ مشكلة صورة عادية يعني، ليست حتى يوم تسمع بلغ كذا تحس بحطيت ديود برا، لا ترى صورة يا أخي بكين، مهرجان بكين حلال عادي ما فيها شيء. القوانين تيك توك تقول الحلمة اللي في الديد، طالما هذا مكتوب والله كذا مكتوب النيبلز، يعني إذا وريت النيبل فهذا خلف القوانين. أنا ما وريت نيبل، أنتوا تشوفون حلماتها؟ لا، لابسة ستيان ومحتشمة وبالعكس شوف حتى حريصة. هذه ثلاثة صور. أنت تدري يا ستيف يوم تحط صور بنات الناس تتكي، والله جربتها قبل شوي، كنت حاطط صور أبو كشة الناس تدخل تطلع كذا شوي، حطيت بنت أوه أتاك الطابور، طوابير لبس على الشريعة. أعطيك واحدة شريعة ثانية، وين الشريعة؟ أهم شيء عورة. نعم صح،
محتشمة. والله القانون يقول كذا، قانون تيك توك يقول الحلمة مغطية والجزء الجزء التناسلي مغطى. يعني المرأة قال female nipples yeah. هذه ما نسيت اسمها، بجيب لكم اسمها. أبد عندي لاب جوال جديد طبعا، فما عندي غير هؤلاء أربعة خمسة صور. كيف ايش فيك؟ والله ما في خير. أبد ولاة أمورنا أمرونا بالترفيه فنترفه. أنا بس بحب أحط الصور أشوف الرياكشن حق الناس. يعني هنا ندخل جو وتحط لنا الرم. أنا حسبك زعلان إني حطيت البنت. إيه صحيح. أنت تقصد ولاة أمورنا المكرمين الوقورين؟ تقصد هذا؟ أنت في جو، أعطيك جو ما عليك. تعال تفضل. الرمو أبو أضحك. أنا حسبتك زعلان من العكس، حسبت إنه أنا تقول أوه حرمة غير. يا شاف ال خلنا نشوف من فيوين. ما في بنات ها، كلنا شباب هنا. يا شاف الجزء ذاك اللي ها بين الرجل والأبر. أوه ماي جاد براو، هذا يبي له مسكرة. Oh my god bro، والله يجزم الله. تقول لك اوبس اي فيل ان، يا ريتني فيل ان معاك يا قلبي انا. هذا صفا، لا تفهمين غلط، كنا فقط نتكلم عن الترفيه وكذا. مهرجان البكيني تعرفين حلال وكذا. شوف يا صفا هذه محتشمة. السديس يقول مهرجان البكيني خير كثير، فحلا هذا ما نفهم، أنتم ولا السديس؟ يا شذاذ الآفاق، يا شذ بالله. يجي زيليا في 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 الرياض السروال حق أنسق، يجي زيليا في الرياض. تخيل انت المنظر، يعني انا اخذت مني وقت استوعبها. ايجيزيليا، تعرف انت ايجيزيليا هناك لحم كثير هناك كذا نشق وفي الرياض. والله ما شاء الله، يعني الرياض شكل الواحد يروح موسم الرياض يشوف ال... تقول لي ايجيزيليا جات ونشق البتاع كريزي. صعب انك تصدق هذا الشيء. الناس خلت السروال لا تشتمط الله يا أحمر، هذه أغنيتها من زمان مشهورة، نفس الأغنية اللي غنتها في كل الدول. العجيب إنه عندها يعني إيجازي، يعني أنت كان مفروض يقول لها لا تغني هذه الأغنية، قد تأتي بنتيجة عكسية. هي ما هي جاية تشتم الله تحديدا، هي أغنيتها تعرف أنت غرب أغنية وخلاص. شتمت الله والأنبياء، في بعض الناس كمان قاموا يزيدوها من عندهم، قاعد يقول لك شتمت الله والأنبياء والملائكة. يعني الملائكة هذه من عندك، هذه زادوها من عندهم. ايش الملائكة؟ شتمت الله يا عدوة الله، سمو سيدي تبو الدجر، يا نتنياهو احرقهم وخلصنا منهم، يا نتنياهو. تخيل كذا يتكلموا مع نتنياهو، يا نتنياهو يا قال لي يا آدمي، هذاك اللي توفى المطبع هذا يقول لي يا آدمي يا نتنياهو. يا آدمي هذه ايش معناتها؟ معناها هم ليسوا أوادم، أنت يا نتنياهو أنت الآدمي. يعني هذا 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 انحطاط عجيب وصلنا له. يا آدمي يا نتنياهو احرقنا احرقهم وخلصنا منهم. تخيل
هذا كلامه. تفضل يا قسطان. يا آدم يا نتنياهو، احرق الفلسطينيين وخلصنا منهم. يعني أنت متى أصلا أصبحوا لك صداع عشان يخلصك منهم أصلا؟ يعني عرفت يعني عنصرية وتبلي افتراء. خلصنا منهم كأنهم فار عندك في البيت. عرفت حط له اسم. وش اللي خلصنا منهم يعني نتنياهو؟ يعني وش تقصد بهذا الشيء؟ يعني شين القول؟ قالوا كلام بالفور ما قاله هيرتزل، ما قاله يا نيتين يا آدم يا نتنياهو. لا شفت الشاعر اللي يمدح نتنياهو؟ أسألكم بلا شفت الشاعر؟ يقول له سلم على كوهين، لا شفت كوهين، وقل له ترى حنا عمام وقرايب، حنا قبلنا حدود 67 نبي السلام، لا نحب الحرايب، وفتحوا حماس اللي نهبونا من سنين، ما شفنا منهم غير كثرة الخرايب. سلام على شيء قمر الدين، ولا شعب على قضية رحايب، يقصد القضية الفلسطينية. وإن سمت يوم السبت وفطرت الاثنين، أدري على الله ما ترجيت خايب. الله يألف شعر يمدح نتنياهو. عرفت؟ طاس يا ولد شعر يعني أنا عندي شيلات كثير في هذا، أسمع شيلات. أعرف شيلة الشيخ فلان المدري وش، الشيخ مدري مين، الضابط هذا، كذا الناس اللي يعطون شيلات. شيلة نتنياهو قصيدة يمدح نتنياهو، يعني هذا ولا في الخيال، ولا في الخيال. ولا والله العظيم لو كان هذه حلقة طاش مطاش اللي نعيشها، ما كان بتكون في هذا الكوميديا. شاعر يمدح بلا يفكر فيها، أخذ 5 دقائق مع نفسك كذا. شاعر يقول لك سلم على كوهين، لا شفت كوهين، وقل له ترى حنا عمام وقرايب، وقلنا قبلنا حدود 67 نبي السلام، نحب الحرايب، وفتحوا حماس اللي ينهبونا من سنين، ما شفنا منهم غير كثر الخرايب. سلام على قمر الدين، ولا شعب على القضية رحايب، وإن صمت يوم السبت وافطرت الاثنين، أدري على الله ما ترديت خايب. يعني الآن اللي يقول كلمة الحق خايب، 1 2 يقول لك الشعب القضية ما رحايب، يعني ليس القضية في بيسكلي. 2 ثالث شيء يعني حرام عليك، هذه خلك من غلط صح يا أخي، حرام عليك يا آدمي يا نتنياهو. تخيل يعني أشوف هذا ليس وصف عشوائي. يا آدمي يا نتنياهو، أخو بجسد يعني فكر فيها، يا آدمي يا نتنياهو، يعني بطريقة أخرى يقول لها ليسوا بني آدمين. وش سببك إنك تناديه يا آدمي؟ أخي يقول يا نتنياهو صح؟ يا شيخ يا نتنياهو، لا يا آدمي. من كل الكلمات الأخرى ليش اختار كلمة آدمي؟ عشان يوحي لك إنه فلسطيني ليش آدمي؟ الآدمي أنت يا نتنياهو. عرفت؟ خلصنا منهم يا نتنياهو. تعرف يكون عندك حشرات في البيت، ولا عندك فار تتصل على هذا اللي حق الفئران، يا آدمي يا حق الفئران خلصنا منهم الفئران. يعني هم فئران في بيتك أنت تقول لي خلصنا منهم؟ وش فيروس في كمبيوتر حقك أنت؟ يعني وش مرض خلصنا منهم؟ يعني هل هم أخوانك المسلمين ولا هم عبء عليك أصلا؟ المطبع ذاك يقول وش الفيديو، يقول اصلا الاسرائيليين اولاد عم
أبونا إبراهيم وأنتم بواقي شتات رومان، وهذه أرض إسرائيل في القرآن، وهذول بني إسرائيل وحنا أولاد عم أنتم يا فلسطين، مش دخلكم بيننا. يعني شوف جحد جحد أي شيء سمحت له، جحد هذا كله، هذا 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 أصلا أرض إسرائيل وفي القرآن، وأنتم أصلا مش دخلكم بيننا. يعني ما قال حل دولتين، قال فلسطيني برا. الله يرزل ما سوى هذا، فلسطيني برا، خلصنا منهم يا نتنياهو. اي كل ما عيدها، كل ما عيدها يا آدمي، آدمي لا يقولها لنفسك كذا وفكر فيها، أو روح يحضر ذاك الفيديو من طبع. يا آدمي يا نتنياهو خلصنا منهم، سماهم العصابات والشتات والملفقين. قال مدري نتنياهو شبي بالأسلحة مكدسها عنده، استخدمها يحرقهم. الثاني قال له بشار الأسد قتل 100,000 أسبوع، أنتوا وش تنتظروا يعني؟ فهمت يعني؟ يعني ولا في الكوميديا ولا والله العظيم لو كنت أنا أكتب سكيتش كذا حق كوميديا ما كان بيطلع بهذا لو كنت أنا جالس أكتب رواية والله ما كان يطلع بهذا الكوميديا، والله ما كان يطلع بهذا الشكل، والله العظيم ما كان يطلع بهذا الشكل. في حياتي ما كنت أتوقع أي يوم، يعني كبرت على فلسطين وفلسطين في المساجد أدعو اللهم اجعلنا من هؤلاء اللي يحرروا فلسطين، كذا الدعوة يوم في نصير يعني يقول اللهم. يعني أنت يوم تيجي مثلا مفتوح كذا باب مفتوح قال تفتح بارتي ولا شيء يقول لك فتحت، يقول لك ايش يعني كأنك فتحت فلسطين، فهمت يعني؟ كان هذا شيء فخر ينظر اليه. الان الرجال السعودي في الشارع خايف، يقول خايف يمسك العلم، خلك من فري باستاين وما غيره، خايف يمسك العلم. عليكم السلام. فمأساة، مأساة المآسي. ما كنت أتوقع أشوف أحد يجي يوم يقول عربي كذا ويقول لنا مسلم يقول احرقهم خلصنا منهم. يعني انفتاح رقص هذا أنا عادي، ما عندي مشكلة، على الأقل الناس ما تروح السجن يعني، ما انفتاح رقص خلهم يرقصوا. يا أخي رقصوا ما رقصوا، هذا هذا نتنياهو حرق لهم خلصنا منهم، هذه ما يعني عرفت، هذا هو الخطأ، هذه هي الخطأ، هنا الغلط، مو بسالفة رقص ولا سب الله. يعني في ناس تسب الله كل يوم، ليس شيء جديد يعني انهم تكون تعلم، لكن ايوه شكرا ما في قستات، وأنا أديكم فرصة ترتاحوا وأراكم لاحقا يا حبايبي.